السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بإذن الله هنبدأ مع بعض السوليد جيومتري، وأول موضوع في السوليد جيومتري اللي هو الثري دايمنشنال كوردينيت سيستم. طب مبدئيا كده الأول، بس قبل ما نخش على الثري دايمنشن عاوزين نتكلم على التو دايمنشن. جه منين؟ وإيه اللي حصل أصلا عشان خاطر نحتاج لتو دايمنشن؟ طيب أقول لك القصة كلها ماشي عشان تبقى فاهم الموضوع جه ازاي. مبدئيا كده زمان يا شباب كان ايه؟ في واحد عايش هنا، خلاص طبعا زمان طبعا كان الحياه كلها في الصحاري والكلام ده، ففي واحد عايش هنا، الواحد ده مثلا لو افترضنا ان هو اسمه ايه؟ اسمه عبسلام، تمام؟ طب عبسلام ده ايه اللي حصل بقى؟ حابب ان هو مثلا في واحد تاني جاره بس بعيد عنه شويه، مثلا عايش بعيد عنه شويه، اسمه ايه؟ اسمه سعد. طيب عبسلام زهق من قعده لوحده، فعاوز يروح يقعد مع مين؟ مع صاحبه شويه. فالقصة ايه؟ احنا عايزين نوصف بقى لعبد السلام ازاي يروح لمين؟ لصاحبه. طب هنوصف له ازاي؟ هنقول له ايه؟ هنقول له روح ازاي؟ تمام؟ واحد يقول يا مستر اقول له امشي مش عارف يمين ماشي واطلع مش عارف لفوق شوية والكلام دوت. هو ده كله انا عاوز اوصف له بالظبط، احنا عندنا في الماب بتاعنا بنهتم بالتفاصيل شوية، عاوز اوصف له ازاي يروح له بالظبط. طب انا اقول لك حاجة بقى، فاضطروا ان هم يعملوا ايه بقى؟ ان هم يروحوا عاملين لاين بالمنظر ده كده، بيعدي على المكان اللي عايش فيه مين؟ عبد السلام، تمام؟ طيب اللاين دوت هو عباره عن هورزونتال لاين، تمام؟ طيب ايه رايك لو اديناه اسم؟ سميناه ايه؟ سميناه اكس مثلا بالمنظر ده كده. طيب ورحنا جايين عاملين برضو لاين تاني، بس المره دي بقى ده فيرتيكال لاين بالمنظر ده كده، بيعدي برضو على المكان اللي فيه مين؟ اللي فيه الحاج مين؟ عبد السلام، تمام؟ ماشي. وهنديله برضو اسم برضو عشان نعرف نتكلم عليه، وليكن مثلا ايه؟ واي. بس كده، تمام؟ طب في الحاله دي انا هبدا اقول لعبد السلام والله بص انت عشان توصل لصاحبك هتمشي على الاكس اكس شويه وهتطلع على الواي اكس شويه. طب ماشي، طب ما انا برضو محتاج اعرفه يمشي قد ايه. فاضطرينا ان احنا نعمل ايه بقى؟ ان احنا نبدا نقسم الاكس اكسس دوت لمسافات قد بعضها، ماشي؟ طبعا المكان اللي هو فيه ده اسمه الاوريجن بوينت اللي هو 0 0. وبعد كده ماشي بدانا نقسم المسافه ديت، المسافات او الاكس اكسس دوت لمسافات قد بعضها، هنا مثلا 1، هنا مثلا 2، هنا مثلا كام؟ 3، تمام؟ وزي ما قسمنا الاكس اكسس يا شباب هنقسم مين؟ الواي اكسس برضه المسافات قد ايه؟ قد بعضها، هنا مثلا 1، هنا مثلا 2، هنا مثلا 3، هنا مثلا كام؟ 4، وهكذا. طيب في الحاله دي انا كده بقى هعرف اوصف له يروح له ازاي بالظبط. هقول له بص يا سيدي، انت هتمشي حضرتك ماشي 3 يونتس على الاكس اكس في اتجاه الاكس اكس، وبعدين هتطلع ها 4 يونتس في اتجاه مين؟ الواي اكسس. هتلاقي نفسك وصلت لصاحبك اللي انت بتدور عليه. فانا ماشي، يبقى انا هقول له ايه تاني كده؟ ها امشي قد ايه في اتجاه الاكس؟ هقول له امشي 3 يونتس في اتجاه الاكس، وبعدين اطلع 4 يونتس في اتجاه مين؟ اتجاه الواي. كده احنا وصفنا له الموضوع بتاعنا ايه بالظبط، او وصفنا له اللي احنا عايزين نقوله له بالظبط، ماشي. ومن هنا بقى جت بقى الحاجه بقى، لان احنا يكون عندنا اكسس ماشي عشان نقدر نحدد المكان بتاع اي حاجه بالظبط. فانا كده ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه ازاي بدات فكره الايه؟ التو دايمنشن كوردينيت، تمام؟ طب طب واحد يقول لي مستر، طب معلش يا مستر، بس انت دلوقتي قلت لي امشي 3 يونت، واحد بقى بيفهم شويه. طيب افرض انا مثلا حبيت امشي 3 يونت بس في الاتجاه الثاني، ماشي؟ هقول لك ما هو ايه الحق، بص الحاجه ام الاختراع. راح جه قال لك ايه؟ قال لك طب ما نعمل هنا الناحيه دي نفس الايه؟ نفس النمبرز بتاعتنا ونفس المسافات، بس المره دي بالايه؟ بالنيجاتيف. هنا اهو يبقى إيه؟ ناحيه الرايت دايركشن بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف نمبر، وناحيه الليفت دايركشن نيجاتيف، تمام؟ واب الاكس اكسس ماشي دوت عباره عن ايه؟ بص يبقى اكيد تحت الاكس اكسس عباره عن ايه؟ عباره عن نيجاتيف. ومن هنا بقى كده بقى احنا كملنا الايه؟ التو دايمنشنال كوردينيت سيستم للاخر. طيب الموضوع ما موقفش على كده. امال ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده يا سيدي بدات بقى الحياه تتطور بقى، ماشي؟ ما بقيناش عايشين بقى في 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 ليفل واحد، يعني زمان زي ما قلت لك كنا عايشين في الصحاري وكده، ماشي؟ كل واحد عايش في خيمه على قده، فهو ليفل واحد على مستوى ايه؟ الارض، وخلاص على كده. طيب لما الحياه بدات تتطور بقى ايه اللي حصل؟ بدانا نبني عماير. العماير بتاعتنا ديت ماشي ليها هايتس فوق الارض،
ماشي، الخمس ادوار ولا 10 ادوار واللي 100 دور والكلام ده كله، تمام؟ ففي الحاله ديت انا مش هشتغل في تو دايمنشن بس، مش هشتغل في اكس واي بس، ده انا عايز كمان اطلع فوق الارض، تمام كده؟ ماشي، في الحاله ديت انا مضطر اعمل دايمنشن ثالث، ومن هنا بقى بدات فكره الايه؟ ال 3 دايمنشن دايمنشنال كوردينيت سيستم. ماشي، تعال بقى نشوف بقى اللي حصل بقى مع بعض. بص يا سيدي، هو ده بقى بالظبط اهو ايه اللي هيحصل. بس بص يا سيدي، ادي ايه ده بقى، خلاص بقى احنا قلنا الحياه اتطورت بقى، الحياه بقى اتطورت وبقت ايه بقى، في تقدم والكلام ده. ماشي، الكلام ده بعد ايه؟ بعد مئات السنين يعني. فما بقاش عايش هنا عبد السلام، لا ده بقى عايش هنا احفاد عبد السلام، اتفقنا؟ ماشي، وما بقاش عايش هنا صاحبه سعد، لا ده بقى عايش هنا بقى ايه؟ احفاد مين؟ سعد الكبير. خلاص ماشي، بس بنوا عماره كده، اتفقنا؟ العماره دي يا سيدي مثلا ولتكن مثلا ثلاث ادوار، الدور الاولاني ساكن فيه حفيد سعد الكبير اللي هو سعد الصغير، والدور الثاني ساكن فيه مين؟ ساكن فيه سعيد، والدور الثالث ساكن فيه مين؟ ساكن فيه مسعد، اتفقنا؟ بس كده تمام. طيب وهنا طبعا زي ما اتفقنا ده الاكس اكس زي ما احنا متعودين، وده ايه؟ ده الواي اكس زي ما احنا متعودين. وهنا هنقسم برضه، ادي 1 ادي 2 ادي مثلا هنا 3 هنا 4 وهنا دي هنقسمها برضو، هنا 1 هنا 2 هنا 3 هنا 4 هنا مثلا ايه 5. طيب عايز بقى اوصف لمين؟ عاوز اوصف لاحفاد عبد السلام يروحوا لاحفاد مين؟ سعد. ففي الحاله دي هقول لهم ايه؟ نفس القصه برضو، هقول له بص بقى انت هتمشي ها يلا كده معايا كام يونت في اتجاه الاكس، هتمشي كل يونت في اتجاه الاكس، وبعدين هتطلع كام؟ هتطلع برضو ها 5 يونت او 4 يونت في اتجاه مين؟ في اتجاه الواي. خلاص ايه؟ 4 يونت في اتجاه الاكس، 4 يونت في اتجاه الواي. بس انت مش هتلاقي ساكن، انت عاوز تروح لسعيد بقى، لو في نار مثلا عاوز نروح مثلا لسعيد ماشي، مش هتطلع الدور الاول، لا انت هتطلع الدور الايه؟ التاني. فانا يبقى ده هنا ايه؟ وسعيد اهو عايش فين؟ عايش ده الكوردينيت بتاعته اللي هو عايش فيها، اللي هو تبقى كام كام وكام وكام؟ 4 و4 وايه و2 كده، احنا وصفنا له معلومه بالظبط، تمام؟ ومن هنا بقى بدات فكره بقى ايه؟ ال 3 دايمنشنال كوردينيت سيستم، تمام كده؟ طيب تعال بقى نتكلم بقى على ال 3 دايمنشنال بقى كوردينيت سيستم بقى كده بالتفصيل، ونشوف لو حبينا نشتغل عليه هنشتغل عليه او هنرسمه ازاي على الورقه بتاعتنا، وهنتعامل معاه ازاي، ونقسمه ازاي، والقصص دي كلها، تمام كده؟ طيب اللي هيحصل بقى ايه من هنا ورايح؟ اول ما نيجي نرسم يا شباب ال 3 دايمنشنال كوردين سيستم بنرسمه ازاي؟ هقول لك انا دلوقتي حالا هنرسمه ازاي. بص يا سيدي، يلا لما نحب نرسم بقى من هنا ورايح بقى ال 3 دايمنشنال كوردينيت سيستم، بص هنرسمه ازاي؟ هنروح جايين راسمين الكوردينيت الاولاني، وادي الكوردينيت الثاني، وادي الكوردينيت الثالث، تمام؟ ماشي. بص خدها قاعده، دايما ده سميه اكس، ودايما ده سميه واي. خلي بالك، بص الاكس والواي دول هيعملوا بلين، البلين دوت اللي هو زي ما تقول كده الارض بتاعتي، تمام؟ وهنا بقى دوت اسمه الهايت بتاعنا، الهايت بتاعنا ده هنسميه دايما ايه؟ هنسميه دايما زد. وعلى فكره هو ده الحياه اللي احنا عايشين فيها، الحياه اللي احنا عايشين فيها كلها 3 دي. لو بصيت حواليك كلها 3 دي، بص في الاوضه حواليك. لو بصيت في الاوضه حواليك هتبص تلاقي في كل كورنر في الاوضه هتلاقي اكس واي وزد وانت مش واخد بالك. ماشي، لو ركزت شويه دلوقتي بص كده كويس هتلاقي الكورنر بتاعك، ماشي، انا بعتبره ده الاوريجن بوينت بتاعتنا، خارج منه 3 اكسس او 3 كوردينيت. ال 3 كوردينيت دول ماشي، واحد منهم في الحته من تحت كده اسمه ايه؟ اسمه اكس، والثاني بربنديكولار عليه اسمه ايه؟ اسمه واي، والثالث بربنديكولار على الارض اللي هو الهايت بتاعنا اسمه ايه؟ اسمه زد، اتفقنا؟ ماشي، وعشان نتخيلها، مش متخيل انت، انا عارف، عشان نتخيلها تعال بص كده مع بعض. ادي يا سيدي ال 3 دايمنشنال، اهو انا جبت لك بقى الكورنر بتاع الاوضه زي ما انت شايف كده، ماشي، ده ال 3 دايمنشنال كوردينيت سيستم، ده الكورنر بتاعنا اللي هو الاوريجن بوينت، ماشي. طيب عندك ده كده اهو، بص ده كده هنتفق مع بعض ان ده مثلا مين؟ الواي اكسس، وده الاكس اكسس، وده مين؟ وده الزد اكسس. اول عكس مفيش مشكله على فكره، ده الاكس وده الواي وده الزد،
ماشي. يبقى احنا عندنا ادي الستيت دايمنشن اهم زي ما انت شايف قدامك اهو. خلاص كده يبقى احنا عندنا ده اكس اهو، ده الاكس اكسس وده الواي اكسس، ودوت ايه يا جماعه الزد اكسس اللي احنا بنتكلم عليهم. ماشي، هو ده 3 دايمنشنال كوردينيت اللي احنا رسمناه قدامنا على الرسمه بتاعتنا اهي. تمام. طيب لو انت ملاحظ كده وخدت بالك، ركز بقى كده معايا. بص يا سيدي، نتكلم على الكلام ده، عن الوضع ده شويه. عندك الاكس والواي ايه علاقتهم ببعض؟ بربنديكولار مع بعض. والزد والواي ايه علاقتهم؟ بربنديكولار مع بعض. والزد والاكس ايه علاقتهم؟ بربنديكولار مع بعض. يبقى كل 2 اكسس من الثلاثه كل 2 بربنديكولار مع بعض. ماشي تمام. وكل واحد من الثلاثه بربنديكولار على البلين بتاع الاثنين التانيين. خلي بالك يا مستر موضوع البلين ده، ما انا هفهمك بقى. بص يا سيدي، احنا خدنا السنه اللي فاتت لو انت واخد بالك في الاستاتكس، ان في سوره جيومتري السنه اللي فاتت، ماشي، الترم الاول خدنا ان اي 2 لاين بيتقابلوا، اي 2 لاين انترسكت هيكونوا ايه؟ هيكونوا بلين. طب ما انت عندك الاكس والواي 2 لاين هم وانترسكت هيكونوا بلين اللي هو الارض بتاعتنا، ده البلين الاولاني. وعندك كمان الواي والزد اتقابلوا هيكونوا برضه بلين، اللي هو مين؟ الواي زد بلين. وعندك كمان ها الاكس والزد اتقابلوا هيكونوا برضه ايه؟ هيكونوا اكس زد بلين. يبقى اي 2 اكس بيتقابلوا مع بعض او اي 2 بيتكونوا ايه؟ بيتكونوا بلين. ماشي؟ البلين ده زي ما اتفقنا ما دام مكون من اكس وزد اسمه اكس زد بلين. البلين ده اسمه واي زد بلين. البلين اللي في الارض اسمه ايه؟ ها؟ اسمه اكس واي بلين. تمام كده؟ متخيل معايا؟ تمام، كويس قوي. طيب بعد كده بقى تعالى بقى نرجع بقى لموضوعنا من تاني. لو جينا بقى بصينا هنا كده الاكس بتاعتنا بقى، ها تعالى بقى نتكلم بقى عن الكلام ده شويه. احنا عندنا هنا دي طبعا دي اسمها ايه؟ الاوريجن بوينت. دي اسمها الاوريجن بوينت، ماشي. الاوريجن بوينت بتاعتنا ايه اللي حصل لها بقى؟ خارج منها زي ما اتفقنا ادي الاكس وادي الواي وادي الايه؟ وادي الزد. طب ماشي. اول حاجه لو جينا ايه رقمنا برضه كلهم طبعا زي ما احنا عارفين متقسمين مسافات قد ايه؟ قد بعضهم. اهي دي كده 1 وهنا مثلا 2 وهنا مثلا 3 وده برده نفس الكلام، الواي برده متقسم برده هنا 1 وهنا 2 وهنا 3 وهنا 4 والزد برده متقسم برده هنا 1 وهنا 2 وهنا 3 وهنا 4 اند سو اون بقى. تمام؟ طيب لو جيت بقى سالتك بقى قلت لك بقى تعالى نشوف كده ايه ازاي نحدد اي بوينت في السبيس بتاعنا او في الثري دايمنشنال كوردينيت بلين زي ما احنا شايفين كده. عاوزين نحدد ازاي نعرف ازاي نحدد اي بوينت ماشي في الثري دايمنشنال كوردينيت سيستم. بص يا سيدي، البوينت بتاعتنا حاجه من ثلاثه، حاجه من ثلاثه، يا اما موجوده على اكس من ثلاثه، يا اما موجوده في بلين ماشي زي مثلا اكس واي بلين زي اكس زد بلين، يا اما موجوده في السبيس. يبقى احنا عندنا اي بوينت ماشي هما حاجه من ثلاثه، يا اما حاجه من ثلاثه، يا اما موجوده على كوردينيت يعني مثلا على الاكس اكسس او على الواي اكسس او على الزد اكسس. ماشي؟ طيب عاوزين نعرف لو موجوده على واحد من الثلاثه دول هتبقى شكلها عامل ازاي؟ وكمان لو موجوده في اي بلين من الثلاثه هتبقى شكلها عامل ازاي؟ وكمان لو موجوده في السبيس هتبقى شكلها عامل ازاي؟ تعال نشوف بقى مع بعض. يلا يا سيدي، البوينت دي مثلا تعرف تقول لي البوينت ديت كم وكم وكم؟ ها؟ كم وكم وكم؟ أنا عشان أوصل للبوينت دي، بص لو أنت لاحظت أنا مشيت كم خطوة على الإكس؟ مشيت خطوة واحدة على الإكس أهي، خطوة واحدة على الإكس. طب مشيت كم خطوة على الواي؟ ولا خطوة، يبقى زيرو. مشيت كم خطوة على الزد؟ ولا خطوة، تبقى زيرو. يبقى البوينت جاي في كام؟ عبارة عن 1 وزيرو وزيرو. كويس كده؟ ماشي، أنا مشيت على الإكس بس، خطوة واحدة. ولا في واي ولا في زد، هيبقى البوينت بتاعتنا الكوردينتس بتاعتها كم وكم وكم؟ 1 وزيرو وزيرو. البوينت اللي اسمها ايه؟ البوينت ديت مثلا كام وكام وكام؟ ها؟ انا سامع واحد بيقول لي ايوه تمام 2 0 0 لان برضه انا مشيت خطوتين على الاكس بس، ما مشيتش ولا خطوه على الواي ولا خطوه على الزد. طب يلا ها البوينت دي بقى كام وكام وكام؟ واحد بيقول لي 3 0 0. لا طبعا انت نايم على فكره، لسه ما صحيتش. غلط طبعا. البوينت ديت عباره عن كام؟ ها؟ انا مشيت هنا ثلاث خطوات بس، مشيت فين؟ على الواي اكسس. ماشي، معنى كده ان مفيش اكس اساسا بالنسبه لنا، يبقى الاكس بتاعتنا بزيرو والواي بتاعتنا ب 3 والزد بتاعتنا بكام؟ بزيرو. يبقى زيرو و 3 وزيرو، ده بالنسبه للبوينت اللي موجوده على الواي. طب ماشي، البوينت دي مثلا كام وكام وكام؟ ها؟ ايوه كده انت صح، زيرو 1 وزيرو. ليه؟ لانها موجوده على الواي، موجوده على الواي يبقى الواي لها قيمه، لكن ولا الاكس لها قيمه ولا الزد لها قيمه، الاكس بزيرو الزد بزيرو.
طب ماشي، البوينت دي يا سيدي موجوده فين؟ موجوده على الزد. خلاص انت خلاص كده انت فهمت بقى الفكره، كام وكام وكام؟ هتبقى 0 0 ايوه و2 صح كده، ايوه كده بس بالظبط كده، انا مشيت خطوتين على الزد بس ماشي، يبقى ده معناها ان ولا في اكس ولا في واي ماشي. تمام حلوه. طيب قبل ما ننقل على الجزئيه دي، لاحظت حاجه؟ لاحظت ايه بقى؟ لاحظت ان اي بوينت على الاكس شكلها بيبقى رقم وزير وزير، ما على الاكس بقى يبقى الاكس لها قيمه لكن الواي ما لهاش قيمه والزد ما لهاش قيمه. اي بوينت على الواي زيرو رقمه زيرو، يبقى الواي هي اللي لها قيمه عشان موجوده على الواي. اي بوينت على الزد بتبقى زيرو زيرو ايه ورقم. فانا مش دي حاجه بتميز الاكس والواي والايه والزد زي ما نشوف بعد شويه. طيب جميل قوي. بعد كده لو انا بقى كده عرفنا ازاي نحدد اي بوينت على اكس من الثلاثه، طب لو حبينا بقى نحدد اي بوينت في بلين من الثلاثه هنحددها ازاي؟ تعال نشوف بقى مع بعض كده. لو اخترنا مثلا بوينت مثلا بالمنظر ده، اهو مثلا هنا مثلا اهو، يلا البوينت دي مثلا يا شباب دي لو سميناها مثلا ايه، البوينت ايه دي عباره عن كام وكام وكام؟ تعال بقى نشوف عشان نوصل لها هنتحرك ازاي. بص الاصول ما تزعلش، يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما تيجي توصل لاي بوينت امشي اكس الاول وبعدين واي وبعدين زد، ما تلخبطش. لازم امشي ابدا بالاوريجن بوينت، دي حاجه ايه اساسيه، وبعدين ابدا بالاوريجن بوينت امشي على الاكس وبعدين امشي على الواي وبعدين امشي على الزد. طب ابدا بالاوريجن بوينت، بدا بالاوريجن بوينت اهو، امشي على الاكس، ها مش كام خطوه عشان نوصل لايه؟ مش ان خطوتين، يبقى الاكس بتاعتنا ب2، وبعدين ها من عند ال2 هنتحرك نوصل للواي. طب وصلنا عند الواي بكام؟ ها الواي بتاعتنا بكام اهي؟ ب1، الواي بتاعتنا ب1، وبعدين ماشي خلاص يا مستر خالص انا وصلت، خلاص وصلت للبوينت اللي اسمها ايه؟ يبقى ده معناها ان انا مش محتاج امشي زد اساسا، يبقى الزد بتاعتنا بكام؟ بزيرو. يبقى البوينت بتاعتنا اللي اسمها طلعت كام وكام وكام؟ 2 1 و0. اتفقنا؟ طب جميل قوي ماشي. طب لو خدنا مثلا بوينت مثلا فين؟ لو خدنا مثلا بوينت مثلا هنا اهو، هنا اهو اهو هنا كده، يلا يا سيدي قول لي بقى البوينت دي كام وكام وكام؟ امشي ابدا بالاوريجن بوينت، امشي اكس بعدين واي بعدين زد، يلا ها اوريجن بوينت اهو، امشي اكس مشينا 3، بعدين من عند ال 3 على الاكس امشي واي، ها مشينا ايه اهو، وصلنا عند الواي بكام؟ ب 4، يبقى هتبقى 3 و4، وبعدين ما طلعناش ولا خطوه على الزد، تبقى الزد بتاعتنا بكام؟ بزيرو. يبقى البوينت اللي اسمها بي عباره عن 3 و4 وايه وزيرو. ها ايوه انا سامعك بتقول يا مستر خلاص انا فهمت. يبقى مستر خلي بالك احنا ايه البوينت ديت موجوده فين؟ موجوده في الاكس واي بلين. اه اكس واي بلين، ده معناها ان الاكس لها قيمه، الواي لها قيمه، الزد ما لهاش ايه؟ ما لهاش قيمه. والله انت برنس زي الفل صح كده. يبقى اي بوينت في الاكس واي بلين زي ما انت شايف كده الاكس والواي لهم قيمه، ما ده من اسمها ده اكس واي، يبقى الاكس واي لهم قيمه والزد ما لهاش خالص زي ما انت شايف كده. يبقى الزد بتاعتنا بكام؟ بزيرو. وخليك فاكر الحته دي عشان تجري على شويه. طيب بنفس الطريقه لو مثلا جينا مثلا بتكلم على البوينت مثلا بالمنظر ده كده اسمها سي، يلا ها انت قول لي انت بقى همشي ازاي؟ ابدا بالاوريجن بوينت، ايوه صح، همشي اكس، انت صح ماشي. بس انا هنا بقى لو مشيت اكس عمري ما اوصل للبوينت اللي اسمها سي دي ابدا، ده انا مد البوينت اللي اسمها سي قفايه وماشي الناحيه الثانيه، يبقى ده معنى كده ده غلط ماشي. يبقى انا هنا عشان اوصل للبوينت اللي اسمها سي صح همشي ها واي، ماليش دعوه بالاكس خالص. انا حاولت امشي، تقول لي بس انت مش انت قلت لي امشي اكس، اقول لك والله انا عارف بس انا هنا حاولت امشي اكس لقيت نفسي رايح الناحيه الثانيه خالص، بعيد خالص عن البوينت اللي انا عايزها ماشي، يبقى معنى كده ماشي غلط. لا نعدل بقى مسارنا، يبقى هنمشي واي الحاله ديت، في الحاله دي هنمشي واي وبعدين نطلع زد عشان اوصل الاقي نفسي وصلت للبوينت بتاعتي. يبقى انا هنا يا جماعه مشيت كام؟ مشيت ها زيرو على الاكس، مش دعوه بالاكس خالص، ما كلمتش على الاكس خالص، وبعدين مشيت 1 على الواي، وبعدين مشيت 4 على الزد، يبقى دي البوينت اللي اسمها زي سي 0 1 وايه 0 1 و4 تمام ماشي. طب ماشي لو انا مثلا بتكلم عن البوينت اللي اسمها دي اهي، بوينت اسمها دي، يلا يا سيدي قول لي ها اكس، لا مش همشي اكس خلاص، انا همشي واي، همشي واي كام؟ همشي واي 3، يبقى هنا مش اكس، امشي واي 3 ها اطلع زد كام؟ اطلع زد 2، يبقى 0 3 2. الله ينور والله ممتاز 100 100 تمام. ده بالنسبه للبوينت اللي اسمها دي. ها ايوه لاحظت حاجه، لاحظت ايه من غير ما تقول بقى مستر؟ اي بوينت ها
ده البلين ده مكون من ايه؟ مكون من واي وزد، فاسمه ايه؟ اسمه واي زد بلين. يبقى اي بوينت في واي زد بلين الاكس بتاعتها بزيرو، عشان في الواي زد يبقى الواي لها قيمه والزد لها قيمه، اما الاكس بتاعتها ملهاش قيمه لان احنا في بلين اسمه واي زد اساسا، مفيش حاجه اسمها اكس اساسا، يبقى الاكس بتاعتنا بزيرو. ماشي. وبنفس الطريقه لو اتكلمنا على بوينت مثلا هنا في الاكس زد بلين، ها خلاص بقى انت اللي هتقول، يلا قول لي من غير ما نشوف بوينت في الاكس زد بلين تبقى كام وكام وكام؟ اكس زد يبقى الاكس لها قيمه والزد لها قيمه والواي هي اللي بايه؟ اللي بزيرو، اسمه اكس زد، يبقى الواي مش موجود. ماشي. يبقى عندنا البوينت دي اكيد الواي بتاعتها بزيرو، وتعالى اثبتها لك اهو. ها ابدا بالهجوم زي ما اتفقنا، هنمشي اكس او مشينا اكس، مشينا 1 مشينا 1 وصلنا للبوينت بتاعتها، ها هطلع على الزد، يعني معنى كده ان الواي مالهاش علاقه بالموضوع خالص، يبقى هنمشي اكس ب1، الواي مالهاش علاقه بموضوعنا يبقى الواي بزيرو، وطلعنا كام؟ وطلعنا 3، يبقى 1 و0 و3. ومن غير ما نغير كتير خلاص كده فهمنا ان اي بوينت في الاكس زد بلين الواي بتاعتها بزيرو، الاكس لها قيمه، الزد ليها قيمه. اتفقنا؟ طيب جميل قوي 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 الكلام ده. طب تعالى بقى نلم بقى كل اللي احنا قلناه دوت، ها عشان ما نتوهش من بعض. بص بقى احنا قلنا ايه يا سيدي من شويه؟ اقول لك احنا قلنا ايه من شويه. بص بقى هقول لك حاجه، احنا اتفقنا وقلنا ايه؟ قلنا ان ده كده ده كده اسمه الاكس اكسس اهو، اكس اكسس، وقلنا ان الاكس اكسس ده ليه ايكويشن بتعبر عنه. الايكويشن بتاعت الاكس اكسس عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ استنى يا مستر، ايه الايكويشن دي؟ انا اقول لك ايه الايكويشن دي. الايكويشن دي يا سيدي عباره عن حاجه بتميز الاكس اكسس. ماشي. كلمة ايكويشن أصلا معناها أنا عايز حاجة تميز الجزء اللي أنا بتكلم عنه ده. طب إيه اللي بيميز الإكس أكسس؟ واضحة زي الشمس. بص الواي بتاعتها بزيرو، أي بوينت على الإكس الواي بتاعتها بزيرو، الزد بتاعتها بزيرو، يبقى الإيكويشن بتاعت الإكس أكسس عبارة عن إيه؟ عبارة عن واي بزيرو وفي نفس الوقت زد بإيه؟ بزيرو. حلو أوي. يبقى لما يجي يقول لك هات الإيكويشن بتاعت الإكس وأنت مغمض، إيكويشن إكس إلغي إكس، واي بزيرو زد بزيرو. طب ماشي يلا، ها ده كده اسمه ايه؟ اسمه الواي اكسس. الايكويشن بتاعت الواي ها هتبقى الايكويشن بتاعت الواي، اي بوينت على الواي ما هو ده اللي بيميزها. لو انت بصيت لاي بوينت على الواي هتلاقي الواي لها قيمه لكن الاكس ملهاش والزد ملهاش، يبقى هتبقى اكس بزيرو، دي حاجه ثابته في اي بوينت على الواي، والايه؟ والزد بزيرو. خلاص ماشي تمام. يلا بنفس الطريقه الايكويشن بتاعت الزد اكسس اهو، الايكويشن بتاعت الزد اكسس، الايكويشن بتاعت الزد اكسس يا سيدي ها خلاص انا فهمت، الغي الايه الزد يبقى الاكس بزيرو والواي بزيرو. يبقى بص اللعبه بتاعتنا برع الحروف الناقصه، برع الحروف الايه؟ الناقصه. ايكويشن الزد ها مين الناقص؟ اكس بزيرو واي بزيرو، دي الايكويشن. ايكويشن الواي اكس بزيرو زد بزيرو، ايكويشن الايه؟ الاكس واي بزيرو زد بزيرو. فانا بس كده، ده بالنسبه للايكويشن بتاعت اي اكس من الثلاثه. طب جميل قوي. طب ماشي في حاجه ثانيه؟ في حاجه ثانيه معلش طول بالك معايا شويه. لو جينا بصينا للبنيه اللي في الارض بتاعتنا دي يا شباب، بص الارض بتاعتنا دي، الارض بتاعتنا دي حضرتك ها عباره عن ايه؟ عباره عن بتتكون من اكس اكسس وواي اكسس اللي هو ده كده. بص عشان نميزها وتاخد بالك منها، اهي هي دي الارض بتاعتي. بص هي دي هي دي ده كده، دي الارض بتاعتنا. الارض بتاعتنا دي اسمها ايه؟ اسمها اكس واي بلين، اسمها كده اكس واي بلين. تمام ماشي. اما البلين ده احنا اتفقنا ان اي تو اكس بيكونوا ايه؟ بيكونوا بلين. البلين ده اسمه ايه؟ البلين دوت اسمه ها مكون من ايه؟ من واي وزد، يبقى اسمه واي زد بلين، واي زد بلين. طيب اخر بلين بقى، البلين ده اهو بيتكون من ايه؟ ده بيتكون من اكس زد بلين، اكس زد بلين بس كده، ده بيتكون من اكس زد بلين. طيب البلين الاولاني يا مستر اللي هو اكس واي بلين ده الايكويشن بتاعته ايه؟ انت اللي هتقول لي بقى، ها الحاجه اللي بتميزه الايكويشن بتاعت اكس واي بلين. بص على البوينت هتعرف ايه الحاجه اللي بتميزه، ان اي بوينت في الاكس واي بلين، ايوه صح والله، برافو الله ينور،
تمام 100 100. الزد بتاعتها بايه؟ بزيرو. يبقى الكوش بتاعت الاكس واي الزد بتاعته بزيرو، الكوش بتاعت الاكس واي بلين، لما بقول لك اكس واي بلين زد بزيرو. هتقول لي ما هي هي ماشي، ما هو نفس الكلام، خد الحرف الناقص. ايوه انت صح، خد الحرف الناقص. يبقى الايكويشن بتاعت الواي زد ها تبقى كام؟ واي زد تبقى اكس بزيرو بس، وانا مغمض. يبقى الايكويشن بتاعت الايه؟ ها الاكس زد تبقى، وانا مغمض، الواي بكام؟ بزيرو بس كده يا سيدي. ده بالنسبه للايكويشن بتاع كل من الثلاثه، خد الحرف الناقص ايكوال زيرو وريح دماغك. اتفقنا؟ طب جميل قوي. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للجزئيه دي. طب ما كده بقى ايه؟ نسجل بقى الكلمتين دول كده بايه؟ بنظافه بقى كده خلاص. يبقى لما يجي يقول لك هنا بص بقى معايا كده، انا عايز اجيب الايكويشن اهو، الايكويشن اوف اكس اكسس وكمان الواي اكسس وكمان الزد اكسس ماشي، او ميل يقول لك برضو انا عايز اجيب الايكويشن بتاعت اكس واي بلين واكس زد بلين واي زد بلين. يلا يا سيدي، عشان اجيب الايكويشن بتاعت اهو الاكس اكسس، ها اكس اكسس قول بقى كده معايا عشان خاطر ايه تفهم وتثبت معاه في دماغك. اكس اكسس الحروف الناقصه بزيرو تبقى واي بزيرو وزد بزيرو، وش بتاعت الواي واي يبقى اكس بزيرو وزد بزيرو، وش بتاعت الزد يبقى واي بزيرو واكس بزيرو بس كده. تمام. ده بالنسبه لاول الايكويشن بتاعت الاكس واي بلين حرف الناقص بزيرو. خلاص بقى احنا فهمنا اكس واي بلين يبقى زد بزيرو، اكس زد بلين ها اكس زد بلين يبقى واي بزيرو حرف ناقص بزيرو، واي زد بلين يبقى اكس بكام؟ بزيرو. جميل قوي الكلام ده ماشي لغايه هنا، مش اي مشكله بالنسبه لي. طيب تمام. بعد كده ناقص بقى جزئيه كده عايزين برضو نتكلم فيها برضو مع بعض. بص يا سيدي، لو احنا عندنا تمام ادي الواي اكسس، احنا اتفقنا اول ما نرسم السير كوردينيت بنرسمه من المنظر ده بعد كده على طول اهو اهو بس زي الفل. يبقى انت عندك هنا ايه؟ ده الاكس، دايما اكتب على ده اكس واكتب على دوت واي واكتب على دوت ايه؟ زد. تمام حلو قوي. طيب لو جينا مثلا خدنا بوينت، البوينت ديت هنا مثلا تمام، البوينت دي مثلا جيت قلت لك ايه؟ قلت لك ان البوينت دي عباره عن زيرو، اكيد زيرو لان هي ايه في الواي زد بلين، يبقى اكيد زيرو و3 و4 في مشكله ولا في اي مشكله؟ مش اي حاجه، زيرو و3 وايه و4 تمام. طيب واللي حصل ايه بقى؟ معلش انا رخم عليك شويه وهقول لك، هات لي الديستنس ما بين شايف البوينت دي؟ شايفها؟ عاوز اجيب الديستنس ما بين البوينت دي ما بين الاكس واي اكس واي بلين اهو اللي هو ده كده اهو، شايف الاكس واي بلين عامل ازاي؟ هو ده الاكس واي بلين. انا بقى اللي هو الارض دي عاوز اجيب البوينت ما بين الايه؟ الديستنس ما بين البوينت دي ما بين البلين ده تمام؟ واحد يقول لي مستر مش دي يا مستر الارض؟ اقول له اه. هيقول لي دي بوينت على ارتفاع معين من الارض؟ اقول له حصل. هيقول لي طب ما انا عشان اجيبها انا هشوف طلعت قد ايه على الواي على الزد قصدي، معلش هشوف طلعت قد ايه على ايه؟ على الزد، ما هو الزد هو الهايت بتاعنا. يبقى انا عشان اجيب الهايت بتاع البوينت دي على الارض، الهايت اللي هو الزد ماشي، اللي هي كام يا سيدي؟ اللي هي كام؟ اللي هي 4. اكس واي زد يبقى هي كام؟ طلعت 4. يبقى الديستنس ما بين البوينت دي ما بين الاكس واي طلعت ايه؟ طلعت زد، طلعت زد ها؟ طلعت زد. ايه ده؟ ايه ده؟ ده احنا ماشيين بنفس المبدا اهو. احنا ما غيرناش المبدا بتاعنا، مبدانا واحد، مبدانا ثابت. الديستنس ما بين اي بوينت واي بلين الحرف الناقص. الحرف الناقص بس هنزود كلمه بس شويه كده. خلاص؟ يبقى الديستنس ما بين البوينت دي ما بين الاكس واي هيبقى عباره عن
الزد بص اكس واي يبقى تبقى الزد بكام، بص على الزد بكام، فانا اللي هي طلعت بكام؟ طلعت بفوق. تمام؟ طب جميل قوي. طب بنفس المنطق ده، بص ما احنا عشان نوصل للبوينت دي مشينا 3 يونت على الواي وطلعنا 4 يونت على ايه؟ على الزد. طب ماشي، لما اجي اقول لك بقى هات لي الديستنس ما بين البوينت دي ما بين، شايف ده كده؟ المره دي بقى اهو ده كده اسمه ايه بقى؟ انت لو بتقول لي ده اسمه ايه؟ ده مكون من ايه؟ مكون من اكس وزد، يبقى اسمه اكس زد بلين. يبقى لما احب اجيب الديستنس ما بين البوينت دي اكس زد بلين ده اللي هو الحيطه بتاعتنا، الحيطه بتاعتي اهي كده هتبان قوي، كده هتبقى باينه جدا واضحه زي الشمس، اهي دي الحيطه بتاعت الاوضه بتاعتي ودي بوينت اهي، بتبعد قد ايه عن الحيطه؟ بتبعد بص المسافه دي، تبعد المسافه دي. طب يا مستر، طب ما المسافه دي هي المسافه دي، ها اللي هي ايه؟ ايوه اللي هي فعلا الواي. يبقى الديستنس ما بين البوينت دي ما بين الاكس زد، اكس زد ها خدنا مين؟ خدنا الواي اللي هو الحرف الايه؟ الحرف الناقص، الحرف الناقص. تمام كده؟ ماشي؟ تالي كده خلاص بقى انت فهمتها. ماشي؟ واحد يقول يا مستر طب معلش يا مستر، لو البوينت ديت بقى هنا، عارف لو البوينت دي هنا هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن ها؟ تبقى عباره عن زيرو، زيرو اه، ما مفيش اكس برضه. خلاص كده؟ ماشي؟ بس المره دي هتبقى ايه بقى؟ هتبقى نيجاتيف 3 وهتبقى 4. هفهمك حته النيجاتيف دي دلوقتي. تمام؟ ماشي. يبقى دي البوينت دي هي البوينت دي، ماشي؟ بس ديت قبل الايه؟ يعني الناحيه دي ودي عكسها. طب الديستنس ما بين البوينت دي ما بين برضه الاكس زد بلين هتبقى هي نفس المسافه بس اللي هي الواي، بس مستر هنا الواي بالنيجاتيف، مفيش حاجه اسمها ديستنس بالنيجاتيف. ايوه انت عندك حق فعلا. ماشي، ما هتطلع ايه؟ المفروض اصلا اقول لما اقول لك اول ما تشوف كلمه ديستنس اعمل ابسليوت عشان خاطر الديستنس طول عمرها بالايه؟ بالبوستيف. يبقى هتبقى فعلا ب 3 برضه، ماشي؟ اللي هي ايه؟ اللي هي ابسليوت نيجاتيف 3. اتفقنا؟ طب جميل قوي. يبقى دلوقتي الفكره كلها في ايه بقى؟ الفكره كلها لما احب اجيب الديستنس اهو، بص الديستنس between any point and any plane ولتكن مثلا اكس واي بلين او اكس زد بلين او واي زد بلين، ها هعمل ايه؟ هقول لك هنعمل ايه؟ نغير اللون ونشوف هنعمل ايه. يبقى الديستنس ما بين البوينت دي اهي ما بين اي بوينت من الاكس واي تبقى ابسولوت الحرف الناقص اللي ابسولوت زد، والديستنس ما بين البوينت ماشي اهو ما بين البوينت وما بين الاكس زد ابسولوت الحرف الناقص، والديستنس ما بين البوينت ما بين واي زد ابسولوت الحرف الناقص اللي هو ابسولوت ايه؟ ابسولوت اكس. بس كده تمام؟ دايما ابسولوت لان مفيش ديستنس في الدنيا بالايه؟ بالنيجاتيف، كل الديستنس اللي في الدنيا بالبوستيف بس، ماشي؟ ما تنساش حته الابسولوت دي. تمام؟ طيب حلو قوي الكلام ده. طيب بعد كده بقى يا سيدي، واحد بقى ايه معلش كده يحب يفكر يشغل دماغه شويه يقول لي مستر ما هو انت مستر هو ال 3 كوردينيت دول مفيش فيهم نيجاتيف ولا ايه؟ اقول لك لا يا حبيبي في فيهم نيجاتيف زي ال 2 دايمنشن بالظبط. طب يا مستر لا، هي فين النيجاتيف؟ انا شايف ان هنا مثلا هنا 0، هنا مثلا 1، هنا مثلا 2، هنا مثلا 3، امال فين النيجاتيف؟ اقول لك بص لو كملنا كده على استقامتها كده هو ده النيجاتيف بارت بتاع الاكس، ده كده النيجاتيف بارت بتاع الاكس، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 وهكذا. يبقى ده كده اهو كل ده بيعدي وهو بيعدي بالاوريجن بوينت، الاوريجن بوينت هي الفاصل ما بين البوستيف والنيجاتيف دايما. يبقى هنا تحت اهو ده كده البوستيف بوستيف اكس وهنا النيجاتيف اكس. طب ماشي، وعلى اليمين البوستيف واي وعلى الشمال ها النيجاتيف ايه؟ النيجاتيف واي. يبقى على الشمال عشان كده من شويه قلت لك ايه؟ قلت لك انا هنا مشيت ايه؟ مشيت ما مشيتش اي اكس، انا مشيت في اتجاه الواي وطلعت في اتجاه الزد عشان اوصل للبوينت دي. يبقى ديت عباره عن 0 ونيجاتيف 3 وفوق، نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 اللي هي الواي، ما احنا قلنا الواي هنا بالايه؟ بالنيجاتيف. اما طلعت لفوق معنى كده ان الايه؟ اللي فوق ديت ايه؟ بالبوست. ماشي؟ طب ماشي، لما نحب يا مستر ايه؟ طب يا مستر البوست بتاع الايه؟ بتاع الزد لفوق والنيجاتيف بتاع الزد فين؟ اكيد طبعا ده تحت من غير ما اقول بقى ده كده، ده كده النيجاتيف بتاع الزد، وكده بقى احنا عملنا الدايمنشنز بتاعتنا كلها. يبقى تاني ده البوست بتاع الاكس لفوق على استقامتها النيجاتيف بتاع الاكس، ماشي؟ ماشي تمام. ده البوست بتاع الواي
على الشمال ده النيجاتيف بتاع الواي، لفوق البوست بتاع الزد، لتحت النيجاتيف بتاع الزد، ماشي؟ عشان برضو تتخيل برضو اكتر برضو. بص هذا الدايمنشن زي 3 دايمنشن، خلاص احنا اتفقنا قلنا ايه؟ قلنا ده كده الواي، وده كده البوست بتاع الواي، ودي الاورجن بوينت، دي الاورجن بوينت. فين بقى النيجاتيف بتاعه الواي؟ اهي ناحيتي. لو عملنا كده يبقى ده كده النيجاتيف بتاع الواي، يبقى ده البوست بتاع الواي، ده النيجاتيف بتاع الواي. اللي ناحيتي ده البوست بتاع الاكس، اللي ناحيتك انت بعد الاورجن بوينت كده النيجاتيف بتاع الاكس، لفوق البوست بتاع الزد، لتحت عند الجيران النيجاتيف بتاع مين؟ بتاع الزد. ده بالنسبه للايه؟ للبوست والنيجاتيف بتوع الدايمنشنز. اكيد طبعا في بوست وفي نيجاتيف. طيب في بقى جزئيه اخيره كده عايزين بس نتكلم عليها، يا ريت تصور البورد دي بقى كده عشان هتحتاجها كتير قوي واحنا شغالين، تمام؟ صورها. طيب تعال نشوف بقى مع بعض بقى ايه بقى الجزئيه الثانيه بقى نتكلم عليها كده اخر حاجه، وبعدين نبدا نحل بقى اسئله شويه عشان خاطر نثبت المعلومه في دماغنا. احنا اتكلمنا من شويه عن الديستانس ما بين البوينت وبلين، صح؟ صح، ايوه صح، حصل. طيب لما نحب بقى نتكلم عن الديستانس ما بين بوينت واكس من الثلاثه، مثلا الاكس اكسس او بوينت، ديستانس بين بوينت والواي اكسس، او ديستانس بين بوينت والزد اكسس، هنتعامل معاها ازاي؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي، تمام؟ يلا يبقى دلوقتي ايه الدور؟ على ان انا اجيب الديستانس ما بين اي بوينت وبين اي اكس من الثلاثه، ماشي؟ طيب تعال نشوف بقى اللي هيحصل ايه دلوقتي. تعال ارسمها لك بس عشان تفهمها كده وتتخيلها. ادي يا سيدي الكوردينيتس اهو، بالمنظر ده كده. ادي الواي اكسس الرسمه الثابته بتاعتي، وادي الاكس اكسس، وادي الزد اكسس. جميلة، ماشي. واي زد اكس. طيب هنفترض مثلا انا عندي مثلا بوينت، البوينت دي مثلا فين يا سيدي؟ البوينت دي مثلا هنا، اي نفس البوينت بتاعتنا اللي هي 0 و3 و4. انا بحب البوينت دي بصراحه. طيب لو حبيت اجيب الديستانس ما بينها المره دي، ما بين مين؟ ما بين الاكس اكسس، تمام؟ خلي بالك زياده 0 و3 و4 يعني انا ايه، ما مشيتش ولا خطوه على الاكس، ما مشيتش ولا خطوه على اهو، بادئ من هنا 0 ومشيت ايه 3 على ايه على الواي، مشيت 3 على الواي وطلعت 4 على ايه على الزد عشان اوصل للبوينت دي. يبقى انا مشيت 3 على الواي وطلعت كام؟ 4 على الزد. مش هو ده اللي حصل؟ هو ده اللي حصل بالظبط، مشيت 3 يونت على الواي وطلعت 4 يونت على الزد. انا بقى عاوز اجيب الديستانس ما بين البوينت ديت ما بين مين؟ اهو الاكس اكس اللي هي الديستانس دي، ماشي؟ تمام، جميل قوي. لسه سايب بينت دي وبين اكس اكس. واحد يقول لي ايه؟ خلاص يا مستر انا عرفتها. ما هي ده كده، بص انا كده عملت ايه؟ شايف لاحظت انا عملت ايه؟ رسمت ايه ده؟ درايت انجل تراينجل. ما هو الواي زي ما اتفقنا وقلنا في اول حصه، الواي والزد مالهم؟ بيربنديكولار مع بعض. ماشي، يبقى انا كده قفلت درايت انجل تراينجل. اللينس اللي انا عايزه ده بيمثل ايه؟ دوت بيمثل هيبوتنس في الرايت انجل تراينجل ده. وانت عارف حضرتك كويس جدا ان لما تحب تجيب الهايبوتنس بتعمل ايه؟ بتعمل سكوير روت اللي انت مشيته هنا باور 2 بلس اللي انت مشيته هنا باور 2. اللي انا مشيته هنا عباره عن ايه؟ واي، واللي مشيته هنا عباره عن ايه؟ زد. يبقى ديت عباره عن سكوير روت ها واي باور 2 بلس مين؟ زد باور 2. بس كده يا سيدي، كده ده بالنسبه للديستنس ما بين البوينت وما بين الاكس ايه؟ ما بين الاكس اكسس. ماشي؟ طيب يبقى انا هنا حبيت بس معلش تتخيلها برضه، في ناس برضه ايه؟ اصل السوليد جيومتري ديت محتاجه تتخيل شويه. تمام؟ لو افترضنا زي ما اتفقنا ان مثلا البوينت بتاعتنا، احنا قلنا ان البوينت بتاعتنا مشيت كام؟ 0 و3 وفوق. احنا اتفقنا ده الواي وده الزد. ادي 0 مشيت 3 وطلعت كام؟ وطلعت 4. يبقى انا وصلت لغايه هنا كده. عاوز اجيب الديستنس ما بين البوينت دي وما بين الاكس اكسس، اللي هي عامله ازاي؟ اللي هي عامله كده. اهي هي دي الديستنس اللي انا عايزها.
فانا عشان اجيب الديستنس دي، الديستنس دي بتمثل هايبوتنس في رايت انجل ترينجل، اللي هو بص لو قفلنا، لو قفلناه هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده كده كده، خلاص متخيل ولا؟ تمام، هيبقى عامل كده. بص لو قفلناه اهو بس كده، تمام اهي كده بالظبط. يبقى انا دلوقتي اهو ده رايت انجل ترينجل اهو ماشي. يبقى انا عشان اجيب اللينس بتاع الهايبوتنس ده اللي هو الديستنس اللي انا عايزها ماشي، هشوف انا مشيت على الواي قد ايه وطلعت على الزد قد ايه، هعمل سكوير روت ها اللي انا مشيت على الواي باور 2 بلس اللي انا طلعته على الزد باور 2، يبقى سكوير روت 3 باور 2 بلس 4 باور 2، هو ده المنظر بتاعنا بالظبط اللي احنا عايزين نوصل له. تمام، طيب حلو قوي. يبقى انا هنا الفكره بقى بتاعتنا ايه؟ تعالى هنثبت بقى قوانين كده. تاني انت لاحظت حاجه برضو، ايوه تمام، لاحظت ايه بقى؟ لاحظت ان انت عشان تجيب الديستنس بين اي بوينت واي اكس بتعمل سكوير روت ايه؟ بص ما بين البوينت وما بين الاكس يبقى سكوير روت واي باور 2 بلس زد باور 2، نفس اللعبه نفس المبدا اللي هو سكوير روت الحرفين الناقصين باور 2 بس كده، نثبتها بقى يا سيدي. يبقى انا هنا اقول له ايه؟ عشان اجيب الديستنس اهو بتوين اني بوينت انت ايه بقى؟ اكس اكسس او الواي اكسس او الزد اي اكسس، تمام ماشي. يبقى انا هعمل ايه عشان اجيب الديستنس ديت؟ بعمل سكوير روت اهو، يلا ما بين البوينت وما بين الاكس يبقى سكوير روت ايه؟ الحرفين التانيين اللي هو واي باور 2 بلس زد باور 2. طب ما بين اي بوينت وما بين الواي يبقى سكوير روت الحرفين التانيين اكس باور 2 بلس زد باور 2. ما بين اي بوينت وما بين الزد سكوير روت الحرفين التانيين ناقصين اكس باور 2 بلس واي باور 2 وبس يا سيدي. الله، يا مستر واحد بقى يقول لي قاعد نايم يقول لي بس ما عملناش ابسيوت ليه؟ شوف قلت لي ديستنس هنعمل ابسيوت يا حبيبي. هنا سكوير روت اي حاجه بتطلع من تحت وبتطلع باور 2 ماشي، بتطلع من تحت السكوير روت، وكمان عندك كمان باور 2 كمان تحت. الباور 2 حتى لو نيجاتيف هيخليها ايه؟ هيخليها بوزيتيف، فعشان كده مش محتاج اعمل هنا ابسي. فانا ماشي طيب جميل قوي. صور بقى البورت دي وتعالى بقى نحل مع بعض ايه كام سؤال على اللي احنا قلناه ده، وركز بقى عشان نطبق اللي احنا قلناه. لازم طبعا نطبق اللي احنا قلناه عشان نفهم احنا عملنا ايه بالظبط. يلا يا سيدي، اول سؤال عاوز اجيب الديستنس ما بين البوينت ديت ما بين الاكس واي دي من غير بس انا بص انا هسكت وانت اللي هتتكلم. الديستنس ما بين بوينت واكس واي، بوينت واكس واي يبقى ابسيوت الحرف الناقص يبقى ابسيوت زد اهي، تبقى ابسولوت زد. ابسولوت زد اللي هي ابسولوت كام؟ ها سدنا بكام؟ ب 3 تمام، تطلع ب 3 لينس يونت تمام. اللي بعده عاوز اجيب الديستنس ما بين بوينت ما بين الواي زد، الواي زد يبقى ابسولوت الحرف الناقص يبقى ابسولوت الاكس، تبقى ابسولوت الفور تدينا 4 لينس يونت تمام. عاوز اجيب اللينس بتاع البربنديكولار درون من البوينت دي للاكس اكسس، ها يبقى مادام اكس اكسس يبقى سكوير روت الحرفين الناقصين، سكوير روت الحرفين الناقصين باور 2 بلس بعض اللي هي واي باور 2 بلس زد باور ايه باور 2، تطبيق مباشر على اللي احنا لسه قايلينه حالا. يبقى سكوير روت ها هنا انت عندك ادي اكس ادي واي ادي زد، هيبقى الواي بتاعتنا بكام؟ ب 3 باور 2 بلس الزد بتاعتنا بكام؟ ب 4 باور 2، هتطلع كام؟ هتطلع 5 لينس يونت تمام. تمام جميل قوي زي الفل. اسئله مباشره لسه، هنخش في العويد دلوقتي. طب تعال نبص على بعدها بقى، بيقول لي يا سيدي ايه؟ فايند ذا فاليو اوف ان، حاجه بقى فيها شغل شويه. عاوز اجيب الفاليو بتاعت الان ماشي، فين الان ده يا مستر؟ ده البوينت اللي اسمها ايه كلها معتمده على الان، يعني بص الاكس بتاعتها 2 بلس ان، الواي بتاعتها 3 ماينس ان، الزد بتاعتها ام. قال لك البوينت دي موجوده فين؟ موجوده في الاكس زد بلين. استنى استنى يا مستر، اكس زد بلين اكس زد بلين، اي بوينت في الاكس زد ها ده الواي بتاعتها بزيرو، ايوه الواي بتاعتها بزيرو، اي بوينت في الاكس زد تبقى ايه؟ الحرف الناقص بزيرو، يبقى الواي بتاعتها بزيرو. ما دام هي من الاكس زد يبقى اكيد الواي بتاعتها بزيرو. الواي بتاعتها اللي هي يا شباب اللي هي زي ما انت شايف كده 3 ماينس ان ايكوال زيرو ماشي. حل بقى ايكويشن بقى، مش هقول لك يعني ودي الام الناحيه الثانيه عشان تبقى بالبوزيتيف، يبقى تطلع الام بتاعتنا بكام يا سيدي؟ ب 3. وكل سنه وانت طيب. اللي بعده مدينا بوينت وقال لي البوينت دي ات ديستانس 5 لينس يونت من مين؟ من الواي زد، على بعد 5 لينس يونت من الواي زد. هو انا ازاي بجيب الديستانس ما بين بوينت ما بين الواي زد؟ ها
الديستنس ما بين بوينتر من واي زد ابسولوت الحرف الناقص انا الديستنس بقى ابسولوت ايه؟ ابسولوت مين؟ ها واي زد يبقى ابسولوت كام؟ ايوه ابسولوت اكس. بس كده تمام ماشي. يبقى ده معناه يا شباب ده معناه ان ابسولوت اكس لما جبنا ابسولوت اكس طلعت بكام؟ طلعت ب 5 هو اداني كده. طب ماشي فين الاكس؟ ادي الاكس اهي. يبقى المفروض ابسولوت 2 بلس ام ايكوال كام؟ ايكوال 5. بس وحل بقى الايكويشن طلع ايه الام بتاعتك بكام. طيب بس في حاجه هنا انت بتحل الايكويشن فيها ابسولوت خلي بالك شغل السنه اللي فاتت ماشي. هضطر اقسم الصفحه نصين مره هاخدها 2 بلس ام ايكوال بوزيتيف 5 ومره هاخدها 2 بلس ام ايكوال نيجاتيف 5. بس وتحل بقى الحلين من هنا الام بتاعتك هتبقى 5 ماينس 2 هتبقى الام بتاعتك بكام؟ ب 3. ومن هنا الام بتاعتك هتبقى نيجاتيف 5 ماينس 2 نروح تحت عكس الساين يبقى تبقى الام بتاعتك بكام؟ بنيجاتيف 7. وبكده طلعت الام بتاعتنا ليها ايه؟ ليها حلين تمام كده؟ لو حبيت تتاكد مش انت قلت لي يا مستر الديستنس ما بين البوينت ما بين الواي زد ابسولوت اكس؟ اه ماشي. ده معناه ان ابسولوت اكس بكام؟ ب 5. لو حطيت هنا الايه الام بتاعتك بكام؟ ها ب 3. هل هتطلع الاكس دي ب 5؟ تعال نجرب 2 بلس 3 بكام؟ ب 5. طب حط الام بنيجاتيف 7 ها نيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 7 بنيجاتيف 5 يا مستر مش ب 5 يا حبيبي ما احنا قلنا ابسولوت الابسولوت نخليها ايه بدل ما هي نيجاتيف 5 خليها ايه؟ بوزيتيف 5. بس كده يبقى فعلا الحلين بتوعنا مظبوطين 100%. تمام؟ طيب كفايه بقى انا تعبت بقى حل انت شويه حل انت شويه ماشي. لا استنى ما تحلش شويه انا هحل السؤال ده معاك وبعدين اخليك تحل انت بقى بايديك كده عشان تبقى ايه اشوف انت فهمت ولا ايه نظامك بالظبط. طيب بص يا سيدي تعال نشوف بقى السؤال ده بيقول ايه. مدينا كيوبيد زي ما انت شايف كده اي بي اي بي سي دي اي داش بي داش او دي داش. قال لك ده كيوبيد ومدينا البوينت اللي اسمها ايه عباره عن 3 و7 و5. البوينت اللي اسمها ايه اهي بص البوينت دي عباره عن كام؟ عباره عن 3 و7 و5. استنى بقى عشان البوينت دي فيها كل الشغل بتاعك لو فهمتها خلاص انك هتعرف تجيب اي بوينت تاني. طب تعال نفهمها كده نشوف اللي حصل ايه. هو انا معلش بس تعالى ايه نفكر مع بعض انا عشان اوصل للبوينت دي يا ترى مشيت ازاي؟ ها عشان اوصل للبوينت دي احنا متفقين اول حصه قلنا ابدا بالاوريجن بوينت امشي اكس بعدين واي بعدين زد ماشي. طب يلا بدانا بالاوريجن بوينت امشي اكس مش نقضيها على الاكس. ما قال لك ايه؟ الاكس ده بال 3 يبقى اكيد مشيت 3 على الاكس مشيت 3 على الاكس. ده معناه ايه؟ معناه ان كده المسافه ديت بكام؟ ب 3. انا مش باين خالص استنى اشوف قلم تاني. ايوه يلا يبقى احنا كده مشينا 3 على الاكس اهو بص يبقى احنا من هنا مشينا 3 على الاكس يبقى ديت 3. عارف ده معناه ايه؟ لما اجيب 3 معناه ان دي كمان قدها ب 3. ايوه ما احنا عارفين ان في الكيوبويد كل تو اوبزيت ايه؟ سايد قد بعض ماشي. وده كمان ب 3 وده كمان ب 3 اه والله وده كمان ب 3 كل ايه؟ كل دول ايه؟ قد بعضهم. طيب ومشينا كمان بعد ما مشينا 3 على الاكس واحنا ماشيين ايه؟ 7 على الواي. ايوه دي كده 7 وده معناه ايه؟ ان الويدز ده ب 7 والويدز ده ب 7 والويدز ده ب 7. ما هو ده اصلا البورتس بتاعت الكيوبويد اللي احنا عارفينها من ساعة ما كنت ايه؟ ستة ابتدائي. طيب بعد كده بعد ما مشينا 3 على الاكس بدانا بالاوريجن بوينت مشينا 3 على الاكس مشينا 7 على الواي طلعنا 5 على الزد. معنى كده ان دي كده ب 5 ودي كده ب 5 ودي كده ب 5 ودي كده ب 5 كل الهايت بتاعنا بكام؟ ب 5. بس يا سيدي انت بقى هتجيب لي كل البوينتس الثانيه اللي انا بدور عليها. طب تعالى نشوف بقى البوينتس الثانيه بقى تطلع بكام وكام وكام. يلا يا سيدي كل واحده اول واحده. يلا اول واحد يلا يا حسن البوينت اللي اسمها بص دي داش كام وكام وكام؟ هيقول لي بص يا مستر البوينت اللي اسمها دي داش دي موجوده على الاكس اكسس يبقى اكيد ديت بناء على الاكس اكسس هتبقى رقم 0 0. اه والله ماشي. تبقى كام بقى انا من هنا من الاوريجن بوينت لغايه هنا مشيت قد ايه؟ مشيت 3 ومفيش واي مفيش زد ماشي. ده كلامنا في الاول وده اتفاق. بالمره بقى ماشي هات لي يا محمد البوينت بي داش اللي هي على الواي ماشي. دي بوينت على الواي اه بوينت على الواي يعني معنى كده ان الاكس بتاعتها ما قالهاش
لكن ليها واي ومالهاش زد، يبقى زيرو حاجه وزيرو. الحاجه دي ايه؟ انا من هنا من اوريجن بوينت مشيت قد ايه على الواي؟ اهو زي ما انت شايف كده مشيت صفر. جميل قوي، تمام. طيب بعد كده يا سيدي، ها هات لي بقى بالمره بقى ايه؟ ها السي، يلا ها يلا يا عفاف هات لي السي. السي بتاعتنا عباره عن ايه بقى؟ سي مولود على الزد، ما دام مولود على الزد يبقى اكيد زيرو زيرو حاجه. طب زيرو زيرو كام؟ ها انا طلعت كام؟ من اوريجن بوينت طلعت 5، يبقى زيرو زيرو كام؟ 5. بس وده اول حاجه احنا قلناها، قلنا فعلا ان اي بوينت على الاكس ها بتبقى يا اما لو على الاكس رقم وزيرو زيرو، لو على الواي زيرو رقم وزيرو، لو على الزد زيرو زيرو رقم. دي اول حاجه تعملها. طيب بعد كده هنجيب بقى البوينت اللي في الاكس واي بلين بالترتيب كده. يلا اي داش ها اكس واي بلين، هنبدا بالاوريجن بوينت وبعدين امشي اكس وبعدين امشي واي. مشينا اكس كام؟ 3. وبعدين ها مشينا واي عشان نوصل للبوينت كام؟ 7. ولا حاجه على الزد، لان اصلا في الاكس واي من غير اصلا ما افكر في الاكس واي يبقى الزد بتاعتها اكيد بزيرو، تمام. طب هات لي البوينت اللي اسمها بي، ها البوينت بي فين؟ في الواي زد بلين. في الواي زد بلين ده معناه ايه؟ معناه ان مفيش اكس، ما دام في الواي زد مفيش اكس وانا مغمض كده. وبعدين هنمشي واي، نبدا بالاوريجن بوينت، نمشي واي كام؟ 7. ونطلع زد كام؟ 5. طب ماشي، بعد كده ها البوينت اللي اسمها دي فين؟ البوينت اللي اسمها دي في الاكس زد بلين، اكس زد بلين يبقى وانا مغمض الواي بتاعتها بزيرو، والاكس لها قيمه والواي لها قيمه. ها من هنا من اوريجن بوينت عشان اوصل للدي همشي اكس 3 هطلع 5. بس يبقى امشي 3 على الاكس اطلع 5 على الزد، والواي ما لهاش ايه؟ ما لهاش قيمه. وده بالنسبه لاي بوينت على الكيوبيت بتاعك. طب جميل قوي، ده المطلوب الاولاني. طب المطلوب الثاني عايزين الفوليوم بتاع الكيوبيت. الفوليوم بتاع الكيوبيت ده انت اللي هتقوله لي المفروض عباره عن لينس فويدز في هايت. اللينس بتاعنا بكام يا سيدي؟ اللينس بتاعنا ب 3 والويدز بتاعنا ب 6 والهايت بتاعنا بكام؟ ب 5. هيطلع 3 تايمز 7 تايمز 5 هتدينا كام؟ هتدينا 105. تمام كده؟ ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للفوليوم بتاع الكيوبيت. طبعا فوليوم يبقى المفروض يبقى كيوبيت يونت. خلاص كده؟ تمام. طيب حل انت شويه بقى. يلا يا سيدي، السؤال الاولاني. بص بقى، ثبت لك كده الايه الشاشه. معلش بقى ايه؟ وقف الايه؟ الفيديو. وقف الفيديو تحل، وبعدين هتلاقينا حالل الكلام دوت. بس انت وقف الفيديو الاول، ادي نفسك فرصه تشوف انت فهمت ولا لا. طيب انا عندي البوينت دي، انا المفروض انت حليت يعني. تعال نشوف بقى ايه انت حليت صح ولا غلط. مدينا بوينت، وبيقول يا ترى البوينت دي موجوده فين؟ انا شايف ان البوينت ديت اكس بزيرو واي بزيرو، الزد بس هي اللي لها قيمه، يبقى موجوده على الزد اكسس. يبقى طول ما الزد بس لها قيمه ودي على الزد، الواي بس لها قيمه يبقى دي على الواي. ها لو لقيت الواي بزيرو زد بزيرو يبقى دي على الاكس. متفقين؟ متفقين. ماشي، اللي بعدها مدينا بوينت اهي وقال لي البوينت دي موجوده على الاكس، تمام. طب استنى، ها اي بوينت على الاكس يبقى لسه قايلين الواي بزيرو وكمان الزد بزيرو. حلو قوي، ماشي. المفروض ديت اكس اهي، ودي كلها واي، ودي كلها ايه؟ زد. السؤال ده حلو شويه. طب احنا قلنا الواي بزيرو والزد بزيرو. الواي بزيرو يعني ايه؟ يعني 2m ماينس n بزيرو، والزد بزيرو معناها ايه؟ معناها ان m بلس n بلس 3 ايكوال زيرو. ماشي يا سعاد؟ اصحى معايا. ها طب ماشي، بص اللي هيحصل ايه بقى؟ من هنا انا عايز احل الايكويشن دي، مش عارف احلها، ده فيها تو انون، والايكويشن دي برضه فيها تو انون، عاوزين نحلهم مع بعض. طب ما نحلهم، تعال شو اقول لك افكرك نحلهم. كنا بنحلهم ازاي؟ اول حاجه هنخلي دي زي اختها، وادي نيجاتيف 3 الناحيه الثانيه تروح بنيجاتيف 3. ثاني حاجه حطهم تحت بعض، يبقى دول تو ايكويشن فيهم تو انون. فاكر؟ حل بالمنظر ده، حطهم تحت بعض اهو، وابدا اشوف بقى احلهم ازاي. اسهل طريقه تحلهم بيها بالكالكوليتر. تعال اوريك بقى الطريقه اللي بتحل ايه الكلام دوت بيها. بص يا سيدي، عشان احل هي من الاول خالص، ايه كالكوليتر عاديه خالص، ماشي. عشان احل اي تو ايكويشن فيهم تو انون
بعمل ايه؟ بعمل مود واختار ايكويشن اللي هي نمبر 5 واختار نمبر 1. دي الطريقه اللي بحل بيها اي تو ايكويشن فيهم تو ان، يبقى مود 5 1 خلاص بقى ثبتها كده لغايه اخر السنه. استخدمها كتير جدا جدا جدا. يبقى مود 5 1 بتحل لي اي ايكويشن فيها تو ان. ماشي يلا يا سيدي. هنعمل ايه بقى؟ هنحط الارقام اللي قبل الايه؟ الانونز دول. اللي قبل الام كام؟ 2 دوس 2 دوس ايكوال تطلع مكانها. بعدين اللي عليها الدور نيجاتيف ان يبقى نيجاتيف 1 ان يبقى نيجاتيف 1 دوس ايكوال تطلع مكانها. وبعدين 0 دوس ايكوال تطلع مكانها. وبعدين كوفيشنت الام ب 1 كوفيشنت الان ب 1 وبعدين كوفيشنت الايه؟ الرقم اللي هو في واخده بنيجاتيف 3 دوس ايكوال يطلع لك الحل الاولاني. الحل طبعا هو طرحات اكس طبعا، اما انت على حسب انت مسميها ايه؟ انت مسميها ايه؟ مسميها ام. القانون الاولاني اسمه ام، يبقى طلعت الام بكام؟ بنيجاتيف 1. ام بنيجاتيف 1 دوس ايكوال تاني هتطلع الام بتاعتك اللي هو القانون التاني بنيجاتيف 2. يبقى من هنا طلعت الام بتاعتنا بنيجاتيف 1 والام بتاعتنا بكام؟ بنيجاتيف 2. بس هو عايز يجيب الام طلعت بنيجاتيف ايه؟ بنيجاتيف 1. حلو السؤال دوت في فكره شويه. تمام، مش بس مرتبط بس معلومه قديمه شويه. اللي بعد كده السلايد الثاني برضو نفس القصه، وقف الفيديو حلهم بعدين ايه ارجع شوف انا حلهم ازاي. ماشي، المفروض ان انت وقفت الفيديو وحليته. تعال شوف بقى انت حليتهم ازاي، شوف بقى انت حليت صح ولا حليت غلط. استفاد من اخطائك، مفيش مشكله تغلط على فكره عادي، تغلط دي حاجه طبيعيه، بس اللي مش طبيعي ان انت بقى تغلط على طول يعني. خلاص ما عرفت الفكره خلاص ما تغلطش فيها تاني. طيب بيقول لك ايه يا سيدي بقى؟ بيقول لك البوينت دي موجوده في الاكس واي بلين. احنا قلنا يا شباب ايه؟ اي بوينت في الاكس واي، اي بوينت في الاكس واي يبقى حرف الناقص بزيرو يبقى الزد بزيرو. بس خلاص الزد هنا اللي هي دي يعني 3 بلس كي ايكوال زيرو، يبقى الكي بتاعتنا بكام يا سيدي؟ بنيجاتيف 3. حلو بس خلاص. طب استنى يا مستر، مش عايز الكي ده، عايز يجيب البوينت اللي اسمها ايه كلها. طب ماشي، ما هي البوينت اللي اسمها ايه معتمده على الكي. عوض بقى، تبقى 1 ماينس الكي بكام؟ بنيجاتيف 3 ادي الاكس، وهنا 2 في الكي يعني 2 في نيجاتيف 3 ادي الواي، وهنا 3 بلس نيجاتيف 3 ادي الزد. يلا طلعت كام؟ طلعت هنا 4 وهنا طلعت نيجاتيف 6 وهنا طلعت 0 اللي هي حضرتك البوينت رقم دي. حلو قوي. اللي بعد كده بيدينا بوينت، البوينت دي موجوده في الايه؟ في البلين واي ايكوال 6. هتكذبه ولا ايه؟ هو قال لك واي ايكوال 6 خلاص، يبقى هو واي 6 ماشي اهو. يبقى الواي اهي، الواي اهي ماشي. يبقى الواي بتاعتنا دي بكام؟ الواي دي ب 6 ماشي. يبقى الواي ب 6 معناها ايه؟ معناها ان ان بلس 4 ما هي الواي ايكوال 6. ومن هنا الان بتاعتنا بكام؟ ايكويشن 6 ماينس 4 تطلع ان بتاعتنا ب 2. تمام كويس قوي قوي. طب اللي بعد كده برضو، ها انا بتعمد ان انت تحل كتير عشان خاطر تثبت المعلومه، كل ما تحل كل معلومه تثبت في دماغك ماشي، ما تكسلش يعني. ثبت الايه؟ اقفل الفيديو، وقف الفيديو حلو وبعدين شوف انا هحلل ازاي. طيب مدينا هنا ايه يا شباب بقى؟ مدينا بوينت، قال لك البوينت دي موجوده في الايه؟ في الكارتيزيان بلين اكس زد. طب ما تكملش يعني، واحده واحده كده، بص فكر في السؤال كده واحده واحده. قال لك البوينت موجوده في الايه؟ في البلين اكس زد. طب ما دام موجوده في البلين اكس زد ده ليه معنى؟ اه والله ليه معنى؟ معناه ها ان الواي بتاعته بزيرو. اي بوينت في البلين اكس زد يبقى الواي بتاعتها بزيرو. فين الواي؟ ادي الواي اهي. يبقى ما دام في اكس زد يبقى الواي بزيرو. الواي اللي هي 3 بلس ايه؟ ايكوال زيرو. يبقى الايه بتاعتنا بنيجاتيف 3. طب بعد كده تعال نشوف بقى عايز ايه؟ عاوز اجيب الديستانس ما بين الواي زد، الديستانس ما بين البوينت دي ما بين الواي زد بلين. طب هي الديستانس ما بين اي بوينت ما بين واي زد اول ما قلت ديستانس يبقى ابسوليوت. وبعدين ده افكر، طب واي زد يبقى ابسوليوت حرف الناقص اللي هو ابسوليوت اكس. حلو ده الديستانس ما بين البوينت دي ما بين الواي زد بلين ابسوليوت الاكس ماشي. طيب يبقى اللي انت محتاجه ابسوليوت الاكس. طب ابسوليوت الاكس هنا بكام؟ ب 2 اي. يبقى ابسوليوت 2 اي. طب ما احنا جبنا الاي اهي بنيجاتيف 3، عوض ده هنا هتبقى 2 في نيجاتيف 3 تطلع ابسوليوت نيجاتيف 6 اللي هي طلعت بكام؟ طلعت ب 6.
طيب حلو قوي. اللي بعد كده بيقول لي ايه بقى؟ سؤال برضه، السؤال ده حلو قوي. بيقول لي if the point A at a distance 2 root 5 length unit من الاكس اكسس. هو الديستنس ما بين اي بوينت وما بين الاكس عباره عن ايه؟ فاكر ولا افكرك؟ افكرك لغايه ما ايه ما تتدرب على الموضوع. الديستنس ما بين اي بوينت وما بين الاكس اكسس عباره عن سكوير روت الحرفين التانيين باور 2. مدى الاكس يبقى سكوير روت الحرفين التانيين باور 2. يبقى سكوير روت كام؟ واي باور 2 بلس زد باور 2. هو ده الديستنس. المفروض ان دي هي دي. طب ماشي، ما احنا عندنا لما انت بتتكلم عن ايه؟ عن الواي والزد. دي اكس مالناش دعوه بيها. احنا محتاجين مين؟ محتاجين واي، محتاجين زد. يبقى المفروض ان سكوير روت اهو الواي باور 2 اللي هي 2 ال والباور 2 بلس الزد باور 2 اللي هي ال باور 2. المفروض ده يطلع بكام؟ المفروض ده ما تحسبه يطلع بتروت. هو حاسبها بس عايز يجيب القانون بتاع اللي هو ال بكام. طيب في الحاله دي ايه رايك؟ اول ما تلاقي ايكويشن فيها سكوير روت باور 2 في الناحيتين عشان تخلص من الروت وطلع لي منها، لما نعمل ده باور 2 روت اتشال، هيتفضل كام؟ هيتفضل 2 ال باور 2 بلس ال باور 2. وامسك ده كله اعمله باور 2 كله كده على بعض باور 2 هيطلع بتوتي. طيب حل بقى مش عاديه خالص، ده هتطلع كام؟ 4 ال باور 2، وده هتطلع ال باور 2، وده هتطلع بتوتي. طب 4 ال باور 2 بلس ال باور 2 تدينا 5 ال باور 2 هتدينا 20. يبقى ال ال باور 2، طب حل بقى ايكويشن عاديه بقى ديفايدد 5 وادينا 5 ناحيه ثانيه بالديفايد، يبقى ال ال باور 2 بكام؟ ها ب 4. يبقى ال ال لوحدها بكام؟ ببوزيتيف ونيجاتيف 2. اوعى تنسى بوزيتيف ونيجاتيف. ها ماشي، يبقى ال ال بتاعتك يا اما بوزيتيف 2 يا اما نيجاتيف 2. طب هو مستر عايز يجيب البوينت اللي اسمها ايه كلها؟ عوض عن ال مره ب 2 مره بنيجاتيف 2. اوعى تنسى ماشي اهو ال مره ب 2. لو حطينا ال مره ب 2 بص اللي هيحصل ايه؟ هتبقى 2 بلس 5 وهتبقى 2 تايم 2 وهتبقى 2. يعني هتطلع 2 بلس 5 ب 7 وهنا 4 وهنا 2. ده البوينت الاولاني. هتقول يا مستر اهي، اقول لك ما تستعجلش اصبر والنبي. ايه اللي بنيجاتيف 2؟ ما هي ال لها حلين، يبقى معنى كده ان انت عندك حلين مش حل واحد. حط ال مره بنيجاتيف 2 ادي اهي، بص هتبقى عندك هنا ايه؟ نيجاتيف 2 بلس 5. انا بعوض برضه في البوينت اللي اسمها ايه برضه. وعندك هنا 2 في نيجاتيف 2، وعندك هنا كام؟ نيجاتيف 2. هتطلع كام؟ هتطلع اهي هنا 3 وهنا نيجاتيف 4 وهنا نيجاتيف 2. بس الله ينور عليك، بص اهي ده الحل التاني. لو بصيت في الاختيارات بتاعتك تلاقي الحلين فعلا موجودين اهو، ده حل وده حل. معنى كده ان البي وسي ايه؟ ينفع. يبقى انت ما تتسرعش، واحده واحده اقرا السؤال للاخر وحاول تفكر فيه. انا متاكد ان انت لما حليته لوحدك حليت حل واحد ونسيت التاني، ماشي؟ يا اما انت بقى جينيس يعني. خش على بعده. السؤال اللي بعده بقى بيقول لي ايه؟ كيوبويد تاني؟ كيوبويد تاني وتالت، ايه يعني؟ هتورانا ايه؟ يلا يا سيدي. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر ده كيوبويد. مدينا السي داش بتاعتنا اهي. السي داش بتاعتنا بكام؟ ب 5. تعالى نكتبها بس كده. 5 و 8 و 0. ادي 5 و 8 و 0. مش هتكلم. هي شرحه نفسها. ودي كمان مديها لنا برضه بكام؟ ب 5 و 0 و 3. برضه مش هتكلم. انت اللي تتكلم. تمام؟ بص بقى انت لو بتفهم تقول لي ايه؟ تقول لي بص يا مستر. اولا البوينت سي داش ديت موجوده في الاكس واي بلين، فطبيعي ان الزد تبقى بزيرو. معنى كده ان انا مشيت 5 على الاكس، مشيت 8 على الواي. طب تعالى نمشي كده 5 على الاكس، هو بالاورجن بوينت امشي 5 على الاكس، يبقى ديت بكام؟ ب 5. يبقى كل اكس ب 5 اهي، كلهم قد بعض. بص ب 5 5 5 5. طيب وال 8 بايه كام؟ الواي ب 8. الواي ب 8. يبقى مستر بص، هو بعد ما مشيت الايه ال 5 رحت مشيت 8، اهي الواي اهي 8 اهي. يبقى كل واي ب 8 والواي ب 8 هو الواي ب 8. تمام، امال الزد جايه منين؟ امال هو مديك 2 بوينت ليه؟ ما هو مديك البوينت الثانيه دي مستر. لاحظت الاكس موجوده، الزد موجوده، الزد ب 3. يبقى انا مشيت كل ايه؟ زد ب 3 اهي 3 ادي 3 ادي 3
ادي سي بس خلاص ماشي كده، انا حليت المساله كلها خلاص خلص. ها يلا تعالى نجيب بقى من غير بقى ما اشوف هو عايز ايه، تعالى نجيب اللي هو عايزه، تعالى نجيب كل البوينتس الاول وبعدين نشوف هو عايز ايه. البوينت اللي اسمها ايه؟ زد، بس عشان موجود على الزد اكس يبقى 0 0 و3. طيب البوينت اللي اسمها دي داش، هات البوينت اللي على الاكس الاول، سهل على نفسك. الدي داش هي اكس و0 0 عشان موجود على اكس، اكس بكام؟ ب 5 و0 0. ها البوينت بي داش، بي داش كام؟ ها موجود على الواي، تبقى 0 و8 و0 بس. الله ينور عليك. طب بالمره هات لي البوينت اللي اسمها بي، البوينت اللي اسمها بي دي موجوده فين؟ دي موجوده في الواي زد بلين، واي زد بلين يبقى اكس ب 0 واي ب 8، ما احنا قلنا كل واي ب 8 وزد كله يزد ب 3. تمام. طيب في حاجه ثانيه ناقصه؟ بوينت مهمه قوي قوي، البوينت الطايره. البوينت دي بقى في السبيس، يعني بص خلي بالك ديت مش على ومفيش بلين، ده دي في السبيس، موجوده في السبيس، يعني موجوده ولا موجوده في الاكس واي، موجوده في السبيس عامه، يعني ليها اكس ولها واي ولها زد ماشي. فالاكس بتاعتها بكام؟ بص انا هكتبها هنا، اكس بتاعتها احنا قلنا كل اكس ب 3 كل اكس ب 5 وكل واي ب 8 وكل زد بكام؟ ب 3. يبقى دي البوينت اللي هتلاقي فيها الثلاث حاجات موجودين. طب جميل قوي. عايز ايه تاني؟ عايز اجيب الكوردينيت بتاعت السي جبناها، عاوز اجيب الفوليوم بتاع الكيوبويد، هنعمل لينس في ويدز 5، اهو لينس في ويدز 5 يبقى هتبقى 5، اللينس ب 5، الويدز ب 8، الهايت ب 3، هتطلع ب 120. طب عاوز اجيب حلوه دي بقى، عايز اجيب الايكويشن بتاعت البلين. بص اسمع بقى دي، ها او بي داش سي داش دي داش، الايكويشن بتاعت البلين ها اللي هو مين؟ تعال نشوف كده، او بي داش سي داش دي داش اللي هو البلين ده اهو، عاوز اجيب الايكويشن بتاعت البلين ده. تمام. طب جميل قوي. البلين ده عباره عن ايه؟ عباره عن ارضيه بتاعت الكيوبويد، والارضيه بتاعت الكيوبويد زي ما انت شايف كده لما لونها وضحت جدا، بقت موجوده فين؟ موجوده في الاكس واي بلين. واحنا قلنا اي الكوش بتاعت الاكس واي بلين بصفه عامه، بصفه عامه اكس واي بلين الحرف الناقص بزيرو، فاكر؟ يبقى ده معناه ان هي تبقى ايه؟ زد ايكوال زيرو. ايوه بس كده. يبقى طول ما هي اي بلين في الاكس واي بلين يبقى الكوش بتاعته زد بزيرو، حرف الناقص بزيرو. والدلع. طب يا مستر انا نسيت، بص لو انت بصيت لاي بوينت في الاربعه دول هتلاقي بص اهي زد بزيرو، هنا زد بزيرو، الزد بزيرو، الزد بزيرو، يعني دي اوريجن بوينت اكيد الزد بزيرو. يبقى هنا فعلا لو انت حتى نسيت ممكن تستنتجها مع نفسك يعني. طب اللي بعد كده عاوز يا سيدي يجيب الايكويشن بتاعت مين بقى المره دي؟ بتاعت ها البلين دي دي داش سي داش سي، دي دي داش سي داش سي اللي هو بص البلين اللي قدامي ده اللي انا شايفه ده، البلين ده تسرع عشان بس كده فكر معايا شويه. البلين ده يا سيدي الكوشن بتاعته عباره عن ايه بقى؟ والله يا مستر بص انا شايف ان هو بلين، هو مش واي زد، لا هو بارل للواي زد زي ما انت شايف كده، هو بلين بارل للواي زد. تمام. فاي بلين بارل للواي زد، بارل للواي زد يبقى المفروض اكس ايكوال حاجه. هو لو واي زد بالظبط، واي زد بالظبط يبقى اكس بزيرو، لكن ده بارل للواي زد، بارل للواي زد معناها ايه؟ معناها ان الاكس مش بزيرو على حسب انت مشيت قد ايه على الاكس. ها احنا مشينا قد ايه على الاكس؟ مشينا 3، يبقى لما تبقى ايه؟ اكس إيه؟ مشينا 5 سوري معلش مشينا 5، يبقى تبقى اكس ايكوال كام؟ 5 بس كده. يبقى هنا لو انت عندك بتجيب الايكويشن بتاعت ها اي لاي اي بلين بارل للواي زد بلين يبقى اكس ايكوال اللي انت مشيته على ايه؟ على الاكس. برضه بص حرف الناقص، نظريه الحرف الناقص برضه. تمام؟ طب مش عايز اجيب ايه؟ الكويشن بتاعت بلين بارل للاكس زد، اكس زد تبقى واي ايكوال اللي ما دام بارل بقى اللي انا مشيته على مين؟ الحرف الناقص الواي وهكذا. فانا ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للسؤال دوت. تمام كده معايا؟ طيب بعد كده يا شباب بقى بالنسبه للجزء الثاني بقى في حصتنا ان شاء الله، بعد ما اتكلمنا بقى عن
3 دايمنشن كوردينيت سيستم، وعرفنا بقى ايه هو، وعرفنا ال 3 كوردينيت تمام، اكس واي وزد بقى، والشغل في السبيس بقى والكلام ده. تعال بقى نتكلم بقى عن شويه معلومات قديمه، هي قديمه بس هتفيدنا في شغلنا كتير جدا السنه دي باذن الله، في الجيومتري وفي الاستاتكس باذن الله جدا يعني. عشان كده عايزين نراجعها مع بعض بالتفصيل. بص يا سيدي، اول حاجه فاكر ازاي كنت بجيب الديستانس ما بين التو بوينت في السبيس؟ فاكر ولا والله ما انت فاكر حاجه؟ انا عارف والله، ولا مستر انا فاكر اصلا كلت ايه امبارح، والله ما انت فاكر. ماشي مفيش مشكله، طيب ماشي انا عارف انت فاكر، انا عارف اصلا ايه البنات دايما دحيحه ماشي، الاولاد بقى يعني ربنا يكون في عونك معلش. طيب بص يا سيدي، لما احب اجيب الديستانس ما بين تو بوينت في السبيس، هنفترض مثلا ان احنا عندنا هنفترض ان التو بوينت بتوعنا بوينت مثلا اسمها ايه، لو مش واضح غير اللون، يلا بوينت اسمها ايه، البوينت ديت عباره عن اكس 1 واي 1 وزد 1، وفي عندك بوينت اسمها بي عباره عن اكس 2 واي 2 وزد 2 ماشي. وطاقت في دماغي اجيب الديستانس ما بين التو بوينت دول اللي هي ايه ودي اهي، بص ايه بي، عشان اجيب الديستانس ما بين اي تو بوينت لها قانون احنا خدناه في ثالثه اعدادي. ايه القانون ده بيقول ايه بقى؟ بيقول يا سيدي عشان اجيب الديستانس بعمل سكوير روت الاكسات ماينس بعضها باور 2 او والله بلس الوايات ماينس بعضها باور 2 بلس الزدات ماينس بعضها باور 2 بس كده. كده جبنا الديستنس ما بين اي تو بوينت. هتقول لي يا مستر بس الحته دي بتلخبط فيها، انا افتكرت بس الحته بتلخبط فيها، هعمل انهي اكس ماينس انهي اكس، اكس 1 ماينس اكس 2 ولا اكس 2 ماينس اكس 1؟ هقول لك والله ما هتفرق. ليه مش هتفرق؟ لان انت كده بتحط ايه؟ بعد ما تماينسهم بتحط باور 2. فلما احط باور 2 حتى لو طلع ماينس تحت بنيجاتيف الباور 2 بيعمل ايه؟ بيشيل النيجاتيف فمش هتفرق معاه. ماشي، فما تتعبش نفسك في الحته دي، اعمل اي اكس ماينس اي اكس، اي واي ماينس اي واي، اي زد ماينس اي زد. طب تمام ماشي. بالمره بقى معلش، ما دام بقى ايه دخلنا في خانه الذكريات، لما نحب نجيب مثلا عند تريانجل اهو، الله ايوه عند تريانجل اهو، تريانجل مثلا اسمه اي بي سي، اي بي سي تمام. والتريانجل ده لو حبينا نعرف نوعه على حسب الانجل، فاكر كنا بنعمل ايه؟ افكرك. بص يا سيدي، كنا بنجيب 3 ديستانس، الديستانس اي بي والديستانس بي سي والديستانس سي اي. جبنا الديستانس ما بين الاي والبي مره، والديستانس ما بين البي والسي مره اللي هو اللينس بتاع البي سي يعني، والديستانس ما بين الاي والسي مره. وبعد كده تمام بنعمل كل واحده في الثلاثه كل ديستانس باور 2، يبقى هنعمل اي بي باور 2 وهنعمل بي سي باور 2 وهنعمل سي اي باور 2. حلو قوي. طب وبعدين هنفترض مثلا يعني ان الاي بي هي اكبر واحده، بعد ما عملناها باور 2 اكتشفنا ان هي الجريت ديستانس ما بين الثلاثه. طيب بص بقى اسمع دي بقى، لو لقيت مثلا الاثنين الصغيرين اللي هو بي سي باور 2 بلس سي اي باور 2 هي الكبيره باور 2، لو لقيت الكلام ده تفهم من كده ان الترينجل ده ماله؟ رايت انجل ترينجل. ما هو رايت اصلا معناها مظبوط ماشي، الاثنين الصغيرين قد الكبير يبقى ده مظبوط، يبقى ده رايت ترينجل صح يعني. طب ماشي، لو لقيت الاثنين الصغيرين باور 2 ها ما قدروش على الكبير، هما الاثنين مع بعض متجمعين اصغر من الكبير فيه، معنى كده ان ده كبير قوي، يبقى دوت نوعه ايه؟ اوبتيوس انجل ترينجل. الحالة الثالثة والأخيرة، لو لقيت الاتنين الصغيرين باور 2
بيجمعه والغرب الكبير اللي شايفه نفسها كبير، يبقى هي ولا كبيره ولا حاجه، يبقى ده نوعه ايه؟ يبقى ده هبل، ده نوعه اكيوت انجل تريانجل بس. تمام. طب تعالى نحل عليها سؤال كده عشان تفتكر. يلا السؤال الاول ايه؟ بص يا سيدي، بيقول لي هنا ايه بقى؟ بيقول لي بروف ذات ان التريانجل ده، ما هو مدينا ايه؟ مدينا بي ومدينا سي، السي فيرتسز بتوعهم موجودين، اثبت ان دوت رايت انجل تريانجل. يبقى تعالى بقى نطبق اللي احنا قلنا. هنجيب الاي بي وهنجيب البي سي وهنجيب السي اي. يلا واحده واحده كده مع بعض. الاي بي هعمل سكوير روت، الاكسات ماينس بعضها اهي، بص اكس 1 ماينس اكس 2 اهي، بنتكلم عن اي بي، يبقى هتبقى في براكت كده 2 ماينس ماينس، المفروض ماينس لازم ماينس نيجاتيف 4، 2 ماينس 2 ماينس نيجاتيف يعني 2 بلس يعني بالمره، مفيش مشكله كتبتها كده صح، كتبتها كده صح. بلس ها الواي ماينس بعضها، الواي هنا بنيجاتيف 1 والواي هنا بكام؟ ب 4، يبقى ماينس 4 باور 2 بلس الزد ماينس بعضها تبقى 3 ماينس 2 باور 2 بس، واحسب هتطلع بكام؟ هتطلع بروت. ماشي. تعال نشوف اللي بعدها، هنحسبها دلوقتي بس نشوف بس اللي بعدها هنا اهو. ماشي هنعمل ايه بقى؟ ها سكوير روت، يلا البي مع السي، اشتغل بقى البي مع السي، الاكسات بتاعت البي مع السي، يبقى تبقى سكوير روت نيجاتيف 4 ماينس نيجاتيف 2 يعني بلس 2 باور 2 بلس هنا 4 ماينس 5 باور 2، هو شغال بي مع السي، واي مع واي 1 ماينس واي 2 بلس هنا 2 ماينس 1 باور 2، ويحسب شوف هتطلع بكام. واللي بعدها تطلع سكوير روت، ها ايه مع السي، ها ايه مع السي، هتبقى 2 بتاعت الاي مع التوب مع نيجاتيف 2 مع السي، يبقى لما تقوم ماينس نيجاتيف 2 يعني 2 بلس 2 باور 2 بلس هنا تبقى نيجاتيف 1 ماينس 5، تبقى نيجاتيف 1 ماينس 5 باور 2، وهنا هتبقى كام يا سيدي، هتبقى 3 ماينس 1 باور 2، وشوف هتطلع بكام. ماشي. طب تعالى نحسب بقى، ده تطلع بكام؟ 36، وده تطلع بكام؟ ده تطلع ب 4، تطلع كده 40 بلس 40 بلس هنا 4 باور 2 ب 16. ماشي. تطلع ايه؟ 56. يبقى دي هتروت 56 ودي هتروت، ده تطلع روت 6 وده تطلع روت 62 بس، لينس يونت طبعا، لينس يونت لينس يونت بس كده. جبت الديستنس دي الخطوه الاولانيه. الخطوه الثانيه هنعمل كل واحده فيهم باور 2، يلا اي بي باور 2 هتبقى روت 62 باور 2 هتدينا 62، اللي بعدها بي سي باور 2 هتبقى روت 6 باور 2 هتدينا 6، اللي بعدها سي اي باور 2 هتدينا روت 56 باور 2 هتدينا 56. طيب مين الكبيره؟ كبيره مين؟ كبيره اهي اي بي. تمام؟ كبيره اي بي زي ما انت شايفه. طيب سيب الكبيره لوحدها، اعمل بقى الصغيرين جمعهم، اعمل دول بلس بعض، دول كده اعملهم بلس بعض. لو عملت 6 بلس 56 هيديك كام؟ 6 بلس 56 هيديك 62، تصدق؟ ايه ده؟ ده الاثنين الصغيرين فعلا لما عملهم باور 2 طلعت قد الكبيره، مدى قدها يبقى ده تراينجل رايت، تراينجل مظبوط، يبقى دوت نوعه ايه؟ رايت انجل تراينجل. طب هو عاوز يعرف رايت فين؟ هو مين اكبر سايد؟ الاي بي ده اكبر سايد، يبقى اكيد ده الهايبوتنس، ما احنا عارفين لو رايت يبقى اكبر سايد هو الهايبوتنس. ماشي. يبقى اي بي الهايبوتنس، يبقى الحرف الناقص اللي هو ايه؟ اللي هو سي، هو ده الرايت انجل بتاعتنا، يبقى فعلا هو رايت في الانجل اللي اسمها سي. تمام؟ تمام. اللي بعد كده يلا. سؤال تاني برضه على الجزئيه دي. مدينا هنا ايه بقى؟ مدينا هنا تراينجل اهو اسمه اي بي سي، وبيقول لي اثبت ان دوت ايكولاتر. كلمه ايكولاتر معناها ان السي سايد قد ايه؟ قد بعض. طب ماشي تعال نجرب كده. هنجيب برضه نفس القصه، هنجيب برضه الديستنس اي بي، وهنجيب الديستنس بي سي، وهنجيب الديستنس كام؟ سي اي. يلا يا سيدي. الديستنس اي بي هعمل سكوير روت، الاكسات ماينس بعضها باور 2، يبقى 4 ماينس 4 باور 2 بلس الوايت ماينس بعضها تبقى 4 ماينس 0 باور 2، الزد ماينس بعضها 0 ماينس 4 باور 2.
هنحسب دي هتطلع كام؟ ها هتطلع 4 روت 2 لينس يونت. اللي بعده هنجيب الديستانس بي سي اهي بي وسي، هنعمل برضو الاكسات ماينس بعضها. بص اهو الاكس دي ماينس الاكس دي هتبقى 4 ماينس 0 باور 2 بلس كام؟ ها الواي دي ماينس الواي دي تبقى 0 ماينس 4 باور 2، والزد ماينس الزد اللي عليها الدور تبقى 4 ماينس 4 باور 2. طبعا 4 ماينس 4 باور ديت ب 0 خلاص اختفت، ديت 4 باور 2 بس بتطلع 4 برضو روت 2. احسن انت بالكالكوليتر بقى لينس يونت. اللي بعده السي اي هيبقى سكوير روت، ها يبقى عندك يا سيدي 4 ماينس 0 باور 2 بلس 4 ماينس 4 انا شغال ايه مع السي ها باور 2 بلس 0 ماينس 4 باور 2 هتطلع 4 روت 2 لينس يونت. ايه ده ايه ده 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 التلاته قد بعض، ما ده المخطوط وعاوز يثبت ان هو ايكويلاترال ترينج. يا مستر ده مش هعمل باور 2، انت هتعمل باور 2 لو انت حبيت تجيب النوع على حسب الانجل اكيوت رايت اوبتيوس، لكن هنا مفيش بقى باور 2، هنا طلعوا التلاته قد بعض خلاص يبقى ده ايكويلاترال مش محتاج كلام يعني. يبقى انا هنا سنس ان الاي بي قد البي سي قد السي اي، يبقى ده معناه ان دوت ايكويلاترال ايه؟ ترينجل. كل السايد ايكويلاترال اللي هي من كلمه ايكوال، ها يبقى كل السايدز بتوعه قد ايه؟ قد بعضهم. جميل قوي قوي قوي. طيب هو بقى ايه بقى؟ طالب حته زياده كده عاوز يجيب الاريا بتاعت الترينجل. طب اريا الترينجل ده ليها كذا طريقه ماشي؟ اريا الترينجل بنعمل هاف في اي سايدين، اي سايدين اي توس، بس بشرط يكون الانجل اللي بينهم موجود. يعني مثلا لو خدت مثلا الاي بي مع البي سي، الانجل ما بينهم مين؟ البي لازم تكون موجود. اقعد اقول لهم مش موجود. ايه يا عم؟ مالك؟ مش ده ايكولاترال؟ يبقى كل الانجلز قد بعضها، يبقى كل واحده فيهم بكام؟ ب 60 ديجري. بس خلاص يبقى هيك موجوده ولا لا؟ بقت موجوده. ماشي؟ يبقى انا هنا اهو هتبقى هاف في اي تو سايد في اي بي في بي سي في ساين الانجل ما بينهم اللي هو ساين كام؟ ساين بي. يبقى هتبقى هاف اهي الاي بي بتاعتنا في روتو البي سي بتاعتنا زيها في ساين الانجل يعني ساين 60، واحسب بالكالكوليتر هتطلع بكام؟ هتطلع ب 8 روت 3 ودي اريا تبقى سكوير يونت. سكوير يونت بس يا سيدي. ده بالنسبه ازاي بجيب الاريا بتاعت التراك ماشي، ولسه هنتكلم عنها كتير بعد كده ان شاء الله، بس دي فكره بس مبسط بس عن الموضوع. اللي بعد كده اخر بقى موضوع عندنا بقى هنتكلم فيه النهارده باذن الله، ازاي برضه المره اجيب الايه الكوردينيت بتاعت الميد بوينت وفي لاين سيجمنت. ماشي سمعت الكلمه دي قبل كده؟ لو انا عندي لاين سيجمنت، اللاين سيجمنت دي مثلا ولتكن مثلا اسمها اي بي، الاي بتاعتنا كالعاده اكس 1 واي 1 زد 1، البي بتاعتنا اكس 2 واي 2 زد 2. عايزين بقى نجيب الايه؟ الكوردينيت بتاعت الميد بوينت بتاعت الاي بي، الميد بوينت اللي هتخلي المسافتين دول قد ايه؟ قد بعض. جه قال لي ايه؟ قال لي لما احب اجيب الميد بوينت ولتكن مثلا سي مثلا لها قانون نفتكر مع بعض، عشان اجيب الميد بوينت ما بين اي تو بوينت، هي بوينت عاديه يعني فيها ايه؟ لها سي كوردينيت اكس واي وزد، هنعمل الاكسات اللي موجودين بلس بعض اوفر 2، الوايات الموجودين بلس بعض اوفر 2، الزدات الموجودين اشمعنى يعني الزد برضو اوفر 2. بس كده ده القانون اللي بجيب بيه الميد بوينت ما بين اي تو بوينت. تمام؟ هعمل اكسات بلس بعض اوفر 2، وايات بلس بعض اوفر 2، زدات بلس بعض اوفر 2. طب تعالى نحل عليها على طول بقى كده احنا سخنين. يابا مدينا بوينت ايه؟ مدينا بوينت بي، عاوز اجيب الكوردينيت بتاعت الميد بوينت. ماشي ادي يا سيدي بص اهو على طول بقى ميد بوينت اوف اي بي، يلا الاكسات بلس بعضها على 2 بلس بعضها يبقى تبقى 1 بلس 4 اوفر 2، الواي بلس بعضها اوفر 2 تبقى نيجاتيف 3 بلس نيجاتيف 1 اوفر 2، والزدات بلس بعضها على 2 يعني 2 بلس 4 على ايه؟ على 2. يلا طلعت كام؟ احسب ده تطلع ديت 2 اند هاف، وهتطلع ديت بنيجاتيف 2، وهتطلع ديت يا سيدي ب 3. ادي الميد بوينت بتاعت الاي بي. طب اللي بعد كده عكس السؤال، بص هنا كان عايز كان مدينا التو بوينت جاهزين، عايز الميد بوينت. هنا بقى عكس السؤال، هو مدينا
الميد بوينت يا نهار ابيض ايه يعني عادي مدينا الميد بوينت اهو ماشي ومدينا البوينت اللي اسمها ايه ايه وعاوز يجيب البوينت اللي اسمها بي ماشي هنفترض ان هي مش موجوده مش عارفينها هنسميها اكس واي زد تمام ماشي الميد بوينت بتاعتنا عباره عن ايه نفس القانون بص ما مش هنغير حاجه اكتب من بوينت في مكانها بره دايما من بوينت بتكتب بره وبعدين ها الاكس بلس بعضها بتاعت التو بوينت اللي هو مدهمني هتبقى اكس بلس 1 على 2 هتبقى ها واي بلس نيجاتيف 4 اهي بص الواي بلس بعضها على 2 هتبقى زد بلس 0 على 2 ماشي يلا اللي بعده هتبقى 2 و2 و6 ها اكس بلس 1 على 2 وهنا واي بلس نيجاتيف 4 يعني واي ماينس 4 ماي بوزيتيف نيجاتيف بنيجاتيف وهنا زد على 2 بس طب لما بحل بقى الايكويشن دي بقى ها دول تو اوردر دبل ايكوال بعض يبقى الاولاني هنا الكوردينيت الاولاني قد الكوردينيت الاولاني يبقى انت عندك هنا بص اهو اكس بلس 1 على 2 ايكوال ايه ها ده ايكوال 2 ولما اجي احل دي بودي دي ديفايد ده قدامنا حتى نعمل تايم يبقى تبقى اكس بلس 1 2 تايم 2 ب 4 يبقى الاكس بتاعتنا بكام؟ ب 3 مش محتاج الكلام يعني كلمة الاكس تعال نجيب الواي يلا ها الواي دي قد الواي دي يبقى انت عندك واي ماينس 4 اوفر 2 ايكوال 2 يبقى عندك واي ماينس 4 2 تايم 2 بكام؟ ب 4 يبقى الواي بتاعتنا جميل قوي اللي بعدها اخر واحده الزد زد اوفر 2 ايكوال 6 ودي 2 ناحيه تانيه بالتايم يبقى الزد بتاعتنا بكام ب 12 بس يبقى معنى كده ان البوينت اللي اسمها بي طلعت كام وكام وكام طلعت 3 و 8 و 12 جميل قوي قوي تمام ماشي يلا وقف بقى الفيديو بقى وحل لي انت بقى السؤالين دول ماشي يلا حلهم لك هنا بقى المفروض تفتح تلاقي انا حللهم شوف بقى انت حليت صح ولا حليت غلط ولا ايه نظامك بالظبط يلا يا سي مدينا بقى ايه بقى ايه وبي وسي ميد بوينت بتاعت الدي اي ادي الدي وادي الاي وهنا دي هي الميد بوينت يبقى كانه بقول هات الميد بوينت طب تعالى نجيب الميد بوينت يلا ها الميد بوينت كنا بنجيبها ازاي نفتكر بقى الميد بوينت هو مسميها ايه مسميها ايه وبي وسي هو حر كنت بجيبها ازاي؟ بعمل الاكسات بلس بعضها يبقى نيجاتيف 4 بلس نيجاتيف 2 الكلام ده على 2 وعندنا الواي بلس بعضها اهي الواي بلس بعضها تبقى 0 بلس 4 على 2 الزد بلس بعضها تبقى 5 بلس نيجاتيف 60 اللي هي ماينس 60 على طول بقى ما بص في نيجاتيف بنيجاتيف ماشي يلا يا سيس احسب بقى تطلع بكام بنيجاتيف 6 على طول تطلع بنيجاتيف 3 وده تطلع ب 4 على طول تطلع ب 2 وده تطلع بنيجاتيف 8 على طول تطلع بنيجاتيف 4 ادي دي A ودي B ودي C وعايز بقى يجيب ايه؟ A بلس B بلس C ما تعملهم بلس بعض ولا صغير نيجاتيف 3 بلس 2 بلس نيجاتيف 4 هتطلع بكام يا سيدي؟ هتطلع بكام؟ هتطلع بنيجاتيف 1 تطلع بنيجاتيف 5 بس كده ده بالنسبه للسؤال الاولاني التلاته حلوته صح يعني ان شاء الله خش على السؤال التاني السؤال التاني بيقول ان البوينت دي هي الميد بوينت بتاعت الاي بي ومدينا الاي وعايز يجيب البي لسه حلين زيه بالظبط اهو عاوز يجيب البي مش عارفها هسميها ايه؟ هسميها اكس واي وزد والمفروض ان دي هي الميد بوينت دي الميد بوينت حطها بره زي ما اتفقنا 5 و6 ونيجاتيف 3 ماشي الكلام ده ايكوال تمام ها ادي الاي وادي البي تبقى اكس بلس 3 اوفر 2 تبقى واي بلس نيجاتيف 1 هي ماينس 1 على 2 تبقى زد بلس 5 على 2 ونعمل بقى 3 ايكويشن ونحله يبقى عندك اكس بلس 3 على 2 ايكوال 5 يبقى اكس بلس 3 ها كام؟ ودينا حتى بالتايم ب 10 يبقى الاكس بتاعتنا ب 7 ماشي عندك واي ماينس 1 اوفر 2 اللي في نص نقد اللي في نص هيكوال 6 يبقى
يبقى عندك y minus 1 2 times x ب12، وادي بقى الناحية التانية تطلع y بتاعتنا بكام؟ ب 13، من غير ما اكمل انا عرفتها اهي، هي دي. والدليل على كده z بلس 5 على 2 ايكوال السيرد كوردينيت هنا اللي هو نيجاتيف 3، هتروح نعتمد التايم يبقى z بلس 5 نيجاتيف 3 تايم نيجاتيف 6، يبقى z بتاعتنا نيجاتيف 6 ماينس 5 بنيجاتيف 12، وده ياكد ان الحل بتاعنا مظبوط. تمام. طيب اللي بعد كده برضه دورك برضه انا خلصت، خلاص ده كله شغلك انت، وقف وحل وارجع. ها كده يعني، تعال نشوف بقى اللي حصل ايه. السؤال ده بص هنضرب بقى الحصه بقى كلها ببعضها بالسؤالين دول، ماشي من اول للاخر. يلا يا سيدي، بيقول لك لو الميد بوينت بتاعت الاي بي موجوده في الكارتيزيان بلين اكس زد، هو بيتكلم عن مين؟ الميد بوينت. طب ما نجيب الميد بوينت الاول، تعالى نجيب الميد بوينت وبعدين نشوف القصه بتاعت الاكس زد دي. الميد بوينت ادي الاي وادي البي، يبقى المفروض الميد بوينت بتاعتنا بص اهو، يبقى المفروض الميد بوينت اوف اي بي، عايزين ننظم افكارنا كده عشان ما بقاش في حاجه صعبه باذن الله. يلا اكسبت نيجاتيف 3 اكس هنا 1 على 2، الوايات 12 بلس كي، الكي الواي هنا ب 3 كي على 2، الزد 5 بلس نيجاتيف 2 على 2. يلا احسب، هتطلع الاولانيه بكام؟ نيجاتيف 2 على 2 نيجاتيف 1. التانية ده فيها كي، يحسب الكيهات كام كي دول؟ كي بلس 3 كي تدينا 4 كي بلس ها ال 12 لوحدها، ادي ال 12 لوحدها اهي، الكلام ده على كام؟ على 2. الأخيرة هتطلع 5 بلس نيجاتيف 2 اللي هي ب 3، تطلع ب 3 على ايه؟ حلو قوي الكلام. دي المفروض ان الميد بوينت. هو قال لك بقى الميد بوينت ديت مالها؟ قال لك موجوده في الاكس زد. الاكس زد ها بيتميز بايه؟ بيتميز بان اي واي بتاعته بزيرو. فاكر اول حاجه قلناها في الحصه، اكس زد بلين تتميز بان اي واي فيها بزيرو عشان الاكس زد. طب فين الواي؟ ادي الواي اهي يا مستر، ادي الواي، يبقى هتساوي ده بالزيرو، ومنها هعرف اجيب الكي اللي هو عايزها. يلا يا سيدي، بقى عندك 4 كي بلس 12 اوفر 2 ايكوال كام بقى؟ ها ايكوال 0. حل ده ماشي، لما تودي 2 الناحيه الثانيه المره دي بالتايم هترتاح قوي، عشان ايه؟ 2 تايم 0 تدينا 0، يبقى الحمد لله خلصنا منه. يبقى عندك 4 كي بلس 12 ايكوال 0، يبقى عندك 4 كي ها ودي الناحيه الثانيه بنيجاتيف 12، كي بتاعت نيجاتيف 12 ديفايدد 4 تدينا نيجاتيف 3 بس. حلو قوي. طيب السؤال ده حلو قوي قوي قوي، يعني تراجع تاني كده وتحل لوحدك تاني، لو انت حليته غلط يعني حليته صح يبقى انت خلاص برنس كده، الله ينور عليك. طيب اخر بقى حاجه بقى، اخر سؤال عندنا في الحصه بتاعتنا، بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو الميد بوينت موجوده بتاعت الاي بي ها موجوده على الاكس اكسس، ميد بوينت بتاعت الاي بي. طب ما كان نجيب الميد بوينت الاول بتاعت الاي بي وبعدين نشوف موضوع بقى الاكس اكسس والكلام ده. يلا يا سيدي، الميد بوينت بتاعت الاي بي هتبقى الاكسات بلس بعضها على 2، يبقى 2 بلس 4 على 2، هتبقى 12 بلس كي، 12 بلس كي الواي 1 بلس الواي 2 اللي هي كام؟ اللي هي ام بلس ام. انا شامم كده ريحه غدر، خلي بالك بس، خلينا نكمل. ها الزادات الزادات بلس بعضها، يبقى المفروض كي بلس 8 اهي ماينس ام على 2، المفروض ان دي ميد بوينت. اه والله تمام. طب جميل، هو قال لك بقى الميد بوينت دي مالها؟ قال لك الميد بوينت دي موجوده على الاكس اكسس، موجوده على الاكس، موجوده على الاكس، ما اي حاجه موجوده على الاكس في علامه مميزه ليها. ايه هي؟ اي حاجه موجوده على الاكس يبقى الواي بتاعتها بزيرو. ايوه اه والله برافو، والزد بتاعتها بزيرو صح. تمام ماشي. ومن هنا بقى ايه اللي بيحصل بقى يا سيدي؟ ادي الواي اهي وادي الزد اهي، تمام كده ماشي، نغير اللون عشان خاطر ايه؟ ادي الواي اهي وادي الزد اهي. يلا
يبقى انت عندك المفروض ان 12 الواي اهي بلس كي بلس ام اوفر 2 ايكوال 0. ودي الدنيا حتى انا بالتايم بزيرو خلاص اتشال، يبقى عندك 12 بلس كي بلس ام ايكوال 0. يبقى عندك كي بلس ام ها بنيجاتيف 12. ايوه شفت بقى الغنى اللي بقى جاي منين؟ دخلنا في ايكويشن فيها تو انا مش عارف احلها لوحدها، محتاج ايكويشن ثاني عشان كده مديك الزد كمان بكام؟ بزيرو. ماشي؟ يبقى انت عندك من هنا اهو كي بلس 8 ماينس ام اوفر 2 ايكوال 0. اما ده بقى تروح حتى انا بالطيب يبقى عندك كي ماينس ام، خلي الانونز في ناحيه ها وودي النمبر الناحيه الثانيه تطلع بنيجاتيف بي. بس ادي يا سيدي التو ايكويشن اللي انت بتحلهم باللهلوبه بالكالكوليتر بتاعتك. فاكر لسه قاعدين زيها من شويه، هات الكالكوليتر كده الناحيه دي وتعالى افكرك لو انت مش فاكر برضو مود 5-1 ها اي تو ايكويشن فيهم تو انون مود 5-1. ادي مود 5-1 وتبدا تحل، اكتب الكوفيشنت بعد ما كتبتهم حطهم تحت بعض يبقى 1 ايكوال وبعدين عندك 1 ايكوال وبعدين نيجاتيف 12 ايكوال. ماشي اهو ايه ده ما كتبناش نيجاتيف 12 ليه؟ من الاول معلش مود 5-1 على هذه الكالكوليتر. ماشي نجيبها من الاول خالص. ايوه تمام ايوه تمام كده مود 5-1 ايوه تمام كده. يلا كوفيشنت الكي 1 وبعدين كوفيشنت الام 1 رقم اللي واقف لوحده الناحيه الثانيه لازم يكون واقف الناحيه الثانيه على فكره عشان تحلها بالطريقه دي نيجاتيف 12. ماشي خش على الكوشه الثانيه كوفيشنت الكي 1 كوفيشنت الام نيجاتيف 1 ورقم اللي واقف الناحيه الثانيه كام؟ نيجاتيف 8. بس يا سيدي تمام يلا دوس ايكوال هيطلع الحل الاول ان هو انت بتسميه كي يبقى الكي بتاعتك طلعت بكام؟ بنيجاتيف 10 وعندك القيمه بتاعتنا طلعت بنيجاتيف 2 يبقى طلعت بص اهي كي نيجاتيف 10 والام بنيجاتيف 2 كده يا سيدي طلعت الكي والام بالكالكوليتر. تعال شو عايز بقى؟ عاوز اجيب كي ماينس 3 ام يبقى نيجاتيف 10 ماينس 3 في نيجاتيف 2 ها اللي هي بوزيتيف 6 تطلع بكام؟ تطلع بنيجاتيف 4. تمام كده تمام كده وبكده يبقى احنا خلصنا الحصه بتاعتنا الحمد لله الحصه الاولانيه. ويا ريت بقى مش هقول لكم بقى يعني نخلص كده ونريح شويه بعدين نقوم نحل الهوم ورك بتاعنا اللي هتلاقيه ان شاء الله تحت الايه تحت الفيديو ده باذن الله. ماشي واي استفسار انا موجود باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.